لانه مش عارفين ممكن يحصل ايه كمان 5 ايام. طيب احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا حلينا سؤال مع بعض واتكلمنا كمان في لما طلعنا انتوا ماكسهم على 2 وثبتناها. هنكمل النهاردة على الموضوع ده بموضوع جديد اسمه التو دايمنشنال او بلين ستريس. التو دايمنشنال او كمان كده ازعاج كده لا لا تمام ستريس. الفكرة ايه؟ الفكرة ده الشافت اللي موجود عندنا او الستريس ديمبر، يسموه ستريس ديمبر، يعني جزء كده راكب في ماشين، راكب في مكنه معينه ولا حاجه. فانا بدرس نقطه على السطح، النقطه دي ايه الاجهادات اللي هي متعرضه ليها او ايه القوه اللي هي متعرضه ليها، وبالتالي ايه الاجهادات اللي تطلع منها. النقطه دي بيمر بيها كم مستوى؟ 1 2 3، عدد لا نهائي من المستويات. احنا كمهندسين توصيف المستوى عندنا بيبقى بزاويه ميله. لما اجي اقول لك المستوى ما اقعدش اوصف لك، اقول لك اصل المستوى ده لونه مش عارف عامل ازاي او شكل، لا، توصيف المستوى بالنسبه لنا اتعلمنا في الميكانكس، اتعلمنا في الرياضيات، اتعلمنا بعد كده لما دخلنا الهندسه انه المستوى لما باجي اتكلم عليه اقول لك اه ده يميل على الراس بزاويه كذا او يميل على الافق بزاويه كذا. لو انت بقى عايز تجيب مساحه المستوى ولا حاجه دي قصه هندسه تحليليه ثانيه، انما انا بتكلم على المستوى كمستوى تقول لي والله يا فندم المستوى متعرف عندنا اسمه انه بيميل بزاويه ميل كذا على الافق او كذا على الراس، يبقى احنا كده عرفنا المستوى بتاعنا. فسؤالنا دلوقتي لو انا جيت اخترت نقطه على سطح الاستريس ديمبر اللي موجود عندي، ده الاستريس ديمبر او العنصر اللي متعرض ليه الفورسز ومتعرض للاجهادات، وخدت نقطه على هذا السطح بتاع هذا الاستريس ديمبر، النقطه دي يمر بيها كم مستوى؟ عدد لا نهائي من المستويات، كل مستوى منهم دي زاويه ميل. طيب كل مستوى منهم عليه نورمال ستريس وعليه شير ستريس، عليه اجهاد عمودي وعليه اجهاد قص. طب عايز اعرف المستوى اللي فيهم عليه ماكسيمم نورمال ستريس، دي اللي تخوفني. عايز اعرف المستوى اللي فيهم عليه ماكسيمم شير ستريس. طب وده اعرفه ازاي؟ تقول لك والله لو عرفنا ان زاويه ميله 22 درجه على الراسي واتفقنا ان ده المستوى اللي عليه الماكسيمم نورمال ستريس خلاص، يبقى احنا حددنا المستوى. عارف كده زي ايه؟ اما بتيجي تحدد مدينه على الخريطه، خريطه العالم كله، انت بتحددها ازاي؟ بخطوط ايه وخطوط ايه يا جماعه؟ ها؟ خط طول وخط عرض، هتخطط مع بعض عند النقطه دي البلد الفلانيه اللي في البلد اللي في الدولة الفلانية. ما بتوصفش. هو الراجل اللي بيطلع يطير ده شايف حاجة فوق مش شايف حاجة. هو شغال بخطوط الطول وخطوط العرض. بيطلع من المدينة ألف علشان خاطر يروح للمدينة ب. طب وأنت على الأرض في شواهد معينة ممكن تعرفك لو أنا في القاهرة، أه ده المبنى ده في القاهرة. وأنا عايز أروح بنها فأنا عارف الطريق من القاهرة لبنها، مش عارف في الحتة الفلانية محطة بنزين، مش عارف في الحتة الفلانية مبنى لونه كذا، أنت شايف. إنما فوق لا هو مش شايف. فالدنيا عنده كلها محكومه بايه؟ بخط طول وخط عرض، علشان خاطر تقاطعهم مع بعض يعرفوا النقطه اللي هو هينزل فيها. نفس القصه بالنسبه لنا. بس انا بتكلم بقى المره دي على مستوى تعريفه تعريفا كاملا هو زاويه ميله. نتفق على الافقي مفيش مانع، نتفق بزاويه ميله على الراس مفيش مانع. عشان اوصل للمستوى اللي عليه الماكسيمم نورمال ستريس يسموه برنسبال ستريس. والمستوى اللي عليه ماكسيمم شير ستريس. تقول لي والله اه ده المستوى ده زاويه ميله على الراس اسمها سيتا بتساوي كذا درجه، والمستوى اللي عليه الماكسيموم شير ستريس او التاو ماكسيموم ده زاويه ميله على الراس زاويه مثلا مقدارها 41 درجه. وهنقدر نثبت كمان شويه ان المستوى اللي عليه ماكسيموم نورمال ستريس ليس هو المستوى اللي عليه الماكسيموم شير ستريس. الاثنين ماكسيموم ما بيتمروش في مستوى واحد. يعني دايما الاقي المستوى اللي بيمر بالنقطه الواقعة على سطح الاستريس ديمبر اللي عليه ماكسيمم نورمال ستريس سموها سيجما بي برنسبل ستريس ليس هو نفسه المستوى اللي بيمر بيه اللي واقع عليه الماكسيمم شير ستريس، لا ده مستوى وده مستوى تاني. لكن المستوى اللي عليه شير ستريس ممكن يكون عليه نورمال
والمستوى اللي عليه قيمه للنورمال ممكن يكون عليه شير بس مش ماكسيمم. الحكايه مزعجه شويه. يمكن لما نكتب معادله واحنا ناس كلنا كنا فرع رياضيات وطول عمرنا بندرس الرياضيات نقدر نكون داله بين السيجما نورمال والسيتا، وبعدين الداله اللي احنا هنكونها او الفانكشن اللي احنا هنكونه ده لو احنا عايزين نعمل له ماكسمايزنج، علمونا بتوع الرياضه ان احنا كنا بنجيب الفيرست ديريفيتيف. لما بديك داله واقول لك او فانكشن واقول لك هات الماكسيمم بوينت بتاعتها، كنت بتعمل ايه؟ احنا عايزين نستفيد من بتوع الرياضه، يقول لك هات المشتقه الاولى. وبعد خد بقى بعد ما تطلع المشتقه الاولى بتولد لك حاجه اسمها النقط الحرجه، وعايز تجيب المشتقه الثانيه تعوض بالنقط الحرجه في المشتقه الثانيه، اللي تدي لك اشاره نيجاتيف تبقى نقطه ماكسيمم، واللي تدي لك ده اللي احنا اتعلمناه في الرياضه، فاحنا عايزين نستفيد منه. يمكن هناك كنا بنحل ويمكن مش عارفين ان في تطبيق، كان في حاجه اسمها رياضه بحت، رياضه بتدرس رياضه ما تعرفش تطبيقاتها ايه في الدنيا، في حاجه اسمها رياضه تطبيقيه. فاحنا بناخد القانون ده كده ونحاول نستفيد منه. نفس القصه هنكون معدل الشيل ستريس على علاقه مع السيتا. طب عايز اعمل ماكسمايزنج للمعادله دي، تعمله ليه؟ علشان خاطر اعرف تاو ماكسيموم او الماكسيموم شيل ستريس يحصل على مستوى السيتا بتاعته بكام؟ واخدين بالنا من اللفه اللي في الموضوع يا جماعه؟ يعني انا دلوقتي هستنتج معادلتين او هسيبكم انتوا تستنتجوا لنا المعادلتين، هنكتب المعادلتين ك يعني حاجه نهائيه احنا هنوصل لها. معادله بين السيجما نورمال وسيتا واعمل لها ماكسمايزنج فاجيب الماكسيموم نورمال ستريس. يقع على المستوى الفلاني، المستوى ده زاويه ميله كام؟ وبعدين هنكون داله ثانيه او فانكشن ثانيه بين مين ومين؟ بين سيتا والشير ستريس، اي شير ستريس، بس انا مش عايز اي شير ستريس، انا عايز الماكسيموم شير ستريس. طب انا عندي المعادله اسمها شير ستريس مع سيتا، اعمل ايه؟ ها؟ برضو اجيب مشتقه اولى او فيرست ديريفيتيف افاضل، فاجيب قيمه التاو ماكسيموم ومنها اقدر احصل على الزاويه بتاع المستوى اللي بتاثر فيه هذه التاو ماكسيموم. خدنا بالنا من اللعبه يا جماعه؟ والله لو طلعت الزاويه دي هي نفسها الزاويه اللي جت من المعادله الاولانيه يبقى خلاص، يبقى المستوى ده هو نفسه عليه ماكسيموم نورمال ستريس وهو نفسه عليه ماكسيموم شيل ستريس، لكن هذا لن يحدث. دائما ابدا المستوى اللي عليه ماكسيموم نورمال ستريس مش هو، ليس هو المستوى اللي عليه الماكسيموم شيل ستريس. بدليل ان احنا لما هنيجي نحسب زاويه ميل المستوى ده هنلاقيها مختلفه عن زاويه ميل المستوى ده، يبقى ده زي ما يكون مستوى كده والمستوى الثاني عامل كده، ما هماش مستوى واحد. قد يكون على المستوى ده ماكسيموم نورمال ستريس وعلى المستوى ده ماكسيموم شيل ستريس، لكنهما كم مستوى؟ مستويين. وبعدين نبقى ندور نشوف الزاويه بينهم كام؟ حدوته ثانيه. خلاص يا جماعه؟ يعني انا حابب بس ان احنا كطريقه تفكير ان احنا قبل ما نمشي طريقنا نبقى عارفين في ايه. وبعدين لما تقابلنا مشكله في الطريق احنا ما احناش عارفين من ايه يعني، اما تقابلنا مشكله في الطريق ده والله على حالي، بس انا عايز اعرف نقطه البدايه ونقطه النهايه انا عايز اوصل لفين، تمام؟ فعنواننا النهارده بيقول لي تو دايمنشنال او بلين ستريس. النقطه اللي انا هختارها على سطح الستريس ممبر ده هختارها نقطه في الثري دايمنشنز، يعني شكلها عامل كده يا جماعه، بصوا نقطه شكلها عامل كده بس كبرناها قوي وضخمناها قوي بحيث يعني ايه، وادي المحاور الثلاثه، ادي محور واي وادي محور اكس وادي محور زد، وبعدين هاخد دي كانها نقطه واقعه على سطح الاستريس ممبر. بس انا افترضت ان النقطه دي زي ما تكون بالك كده، زي ما تكون مكعب، طبعا بتوع الرياضه علمونا النقطه مالهاش ابعاد، فانا بفترض ان هي ليها ابعاد. فتيجي تقول لي والله البعد ده بيوازي محور اكس فهناخد المسافه دي اسمها دي اكس. انفينيتيزمال ديستانس في اتجاه محور اكس هنسميها دي اكس. والمسافه دي بتوازي محور زد فهنسمي المسافه دي دي زد. تمام؟ وبعدين المسافه الراسيه دي اسمها بتوازي محور واي فهنسميها دي واي. لحد كده في اي لخبطه يا جماعه؟ ده انا اخترت نقطه على سطح الاول يعني انفينيتيزمال كومبوننت، والكومبوننت دي افترضت ان هي زي متوازي مسطرات او مكعب. ابعاده دي اكس ودي واي ودي زد. تعالى كده جوه لان احنا هنكتب بره حاجه ثانيه دلوقتي. طيب ده كلام جميل. وبعدين كنت فارض ان النقطه دي في كده زي ما يكون هنا حاجه كده اسمها في اكس.
السهم ده سهم قوة في اكس، في اكس معناه شير فورس في اتجاه محور اكس، في اكس يبقى في اكس المقصود بيها شير فورس في اتجاه محور اكس. قول لي علشان يحصل اتزان يبقى لازم يترد على الفي اكس دي تحت، صح يا جماعه؟ برضو في اكس في اتجاه مخالف، ده دي دواعي الاتزان اللي كلنا عارفينها وعمرنا ما بننساها. والله قوه تؤثر لليمين مقدارها كذا، علشان يحصل اتزان لازم يترد عليها بقوه تؤثر لليسار بنفس المقدار. خلاص يا جماعه؟ فكاني في عندي هنا برضو في اكس، كلام جميل، متساوي المقدار المتضادين اتجاه. وبعدين هفترض ان هنا كده في قوه قص اسمها في واي، في واي معناها شير فورس في اتجاه محور واي، شير فورس في اتجاه محور واي او بتوازي محور واي. فمن دواعي الاتزان لازم يترد عليها بايه يا جماعه؟ ها؟ يترد عليها برضو القوه من الناحيه دي اسمها في واي. شباب معايا؟ طيب والله ده كلام جميل. اللي انا هعمله ان انا هحول الوضع ده من 3 دي، او اقدر اعمل الدي واي هنا برضو. هي ياما وفي واي بترد عليه بي واي، وفي اكس بترد عليه بفي اكس، ايا كان سواء كانت كده او كده. فبيجي يقول لي ايه؟ احنا شغالين 2 دايمنشن. 2 دايمنشن معناه يا اما في الاكس واي بلين، يا اما في الاكس زد بلين، يا اما في الزد واي بلين. ده معنى 2 دايمنشن. عارفين حاجه بيقول لك 2 دي و 3 دي؟ حتى في برنامج رسم يقول لك برنامج 2 دي. 2 دي ده بيرسم مساقط، بيرسم مسطحات، انما 3 دي بيرسم لك ازومتريك، بيرسم لك المجسم في ال 3 دايمنشنز بالثلاث ابعاد في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي وفي اتجاه الزد. احنا شغلنا ها 2 ايه يا جماعه؟ 2 دايمنشنز. فبنشتغل في الاكس واي بلين. لو انا جيت اقول لك باشمهندس رسم هندسي بقى، انا عايز اخد الانيفيشن ده، هيطلع مربع اللي هو ده يا جماعه، بصوا لي كده اللي هو ده، هاخده كده واطلعه بره اهو، ووقع عليه الفورس اللي موجوده عندي. حد فاكر المحور ده كان محور ايه يا جماعه؟ هو ده كان محور، ومحور زد عمودي على مستوى السبوره بيشاور عليه. فكان انا هعمل محور زد كده كاني برسمه ايزومتري. اتلخبطنا؟ انا خدت الانيفيشن بتاع المكعب ده اللي انا مهشره، خدته كده لوحده بدرسه. فده محور اكس وده محور واي، ومحور زد هو القلم بتاعنا عمودي على مستوى السبوره بيشاور عليه. او لو انا رسمته زي الايزومتري كده يطلع ده هو المحور زد. طيب تقول لي هي المسافه دي كانت كام يا جماعه؟ حد فاكر؟ برافو، دي اكس، والمسافه دي كانت دي واي. امال فين دي زد؟ عمودي على مستوى السبوره، فتبان بعدها كانه نقطه. اما اجي اقول لك مسقط القلم ده على السبوره تقول لي نقطه، فكان الدي زد انضغطت 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 لحد بقى كانها ملهاش وجود. هي طبعا ليها وجود لو انا شغال 3 دي، انما شغال 2 دي. طيب حد فاكر القوه هنا كان مقدارها كم؟ وكانت هنا برضه في اكس، وهنا كانت القوه مقدارها كم؟ وبرضه هنا كان مقدارها في واي عشان يكون في اتزان. الشباب معايا؟ طب ده كلام جميل. انا عايز احول الفي اكس دي اللي هي عباره عن فورس، عايز احولها او اجيب منها اجهاد، والفي واي اللي هي عباره عن فورس برضو اجيب منها اجهاد. تقول لي سهل، هو انا لو عندي الاريا وعندي القوه، ما القوه على الاريا او القوه على المساحه بتطلع الاجهاد. اولا تاني يقول لي ايه القوه اللي هي في واي دي؟ دي بتساوي اجهاد مضروب في مساحه، صح؟ ستريس مضروب في مساحه يطلع ايه؟ يطلع قوه، قوه اسمها في واي. اجهاد مضروب في مساحه يطلعني برضه الفي اكس. انت عايز ايه؟ انا عايز الاجهاد، انا عايز الاجهاد مش عايز القوه. يعني هو طبعا الاجهاد ناتج عن القوه، فانا عايز اوصل للاجهاد بتاعي بمعلوميه القوه. فيجي ولد يقول لي ايه؟ يقول لي والله يا فندم القوه اللي اسمها في واي اما تكون بتاثر في المستوى ده، انا هرجع تاني للايزومتري، هرجع تاني لل 3 دي. القوة اللي اسمها في واي لما تكون بتأثر في المستوى ده وتوازيه فإنها تصنع شير ستريس. بس الاريا اللي القوة دي بتأثر فيها كام في كام؟ دي زد مضروبة في دي واي. الشباب معايا؟ دي زد مضروبة في دي واي.
اذا لو انا جيت هنا للفي واي وقلت لك الاريا اللي عندي عباره عن دي زد مضروبه في الدي واي، ويبقى الاجهاد اللي عندي اسمه تاو اكس واي. تقدر بقى تقول لي كل ايتم من الاربعه ايتم دول ايه المقصود بيه؟ ما هي الفي واي؟ فورس اتجاه محور واي. ما هي تاو اكس واي؟ بس خد بالك من طريقه القرايه، عايزين نحفظها. تاو اكس واي المقصود بيها شيل ستريس في اتجاه واي عمودي على اكس. ارجوك ما تنساش طريقه القرايه دي كمان مره. تاو اكس واي، تاو شيل ستريس، تاو اكس واي اللي هو السفكس اكس واي ده المقصود بيه شيل ستريس في اتجاه واي عمودي على اكس. كمان مره، ايه المقصود بتاو اكس واي؟ شير ستريس في اتجاه محور واي او يوازي محور واي وعمودي على محور اكس. مضروب في اريا، ما هي دي الاريا يا شباب. الله، اجهاد مضروب في اريا يديني، بس الاريا مين؟ الاريا هي مساحه المستوى اللي اسمه ها دي زد مضروبه فيها يا جماعه؟ مضروبه في الدي واي. وسط الحكايه البسيطه دي يا شباب؟ طيب تعال نطلع فوق. القوه اللي اسمها في اكس هينتج عنها شيل ستريس. الشيل ستريس ده اسمه تاو واي اكس. ادي الشيل ستريس مضروب في اريا. تيجي تقول لي هي الفي اكس دي بتاثر في انهي مستوى؟ كل شايف السقف ده يا جماعه؟ طب السقف ده اللي بتاثر فيه القوه اللي اسمها في اكس، في اكس دي قوه ولا اجهاد؟ فورس ولا ستريس؟ فورس. عايز اجيب الاستريس اللي ناتج منه، تقول لي اضرب القوه في المساحه او اضرب الشيل ستريس اللي انت بتدور عليه دون في الاريا. فتيجي تقول لي والله هي الاريا بتاع المستوى دي كام؟ دي اكس. ها مضروبه في مين؟ دي زد. يبقى الكلام دون مضروب في دي اكس مضروبه في دي زد، دي برضه اريا. ها الشباب معايا كده؟ امال ايه التو واي اكس ده بقى يا جماعه؟ ده شير ستريس في اتجاه اكس وعمودي على واي. شير ستريس، احفظ، شير ستريس في اتجاه محور اكس وعمودي على محور واي. ناخد بالنا بس من ايه؟ من طريقه القرايه. تقول لي انت عمال تحفظنا كده زي مش عارف، انت عايز توصل لايه؟ انا عايز اوصل هل تو اكس واي بيساوي تو واي اكس ولا لا؟ كل اللفه دي لاني عايز اوصل هل يا ترى تو واي اكس هي نفسها تو اكس واي ولا لا؟ بحيث لما القيمتين دول يظهروا لي في معادله واحده باشارات بوزيتيف ممكن اجمعهم او باشارات نيجاتيف ممكن اجمعهم لانهم بيعبروا عن نفس الكميه. فاهمين يا جماعه؟ برتقال وبرتقال. ما اقدرش اقول لك برتقالتين زائد خوختين يطلع اربعه، اربعه ايه؟ تقول لي لا يا فندم انت بتجمع حاجات بوحدات مختلفه او حاجات مختلفه، ما ينفعش نقول اثنين حاجه لونها ابيض مع اثنين حاجه لونها اسود يطلع اربعه. لا، يطلع برضه اثنين حاجه لونها اسود زائد اثنين حاجه لونها ابيض. انما لو كانوا كلهم بيعبروا عن نفس الحاجه ليهم نفس الصفه يقول لك اه لا، اثنين كوره سوداء زائد اثنين كوره سوداء الناتج يساوي اربعه كوره سوداء. ساعتها تقدر انك انت تضمهم في رقم واحد. انا سؤالي هل يا ترى تاو اكس واي تساوي تاو واي اكس؟ هل الشيل ستريس اللي في اتجاه واي وعمودي على اكس بيساوي الشيل ستريس اللي في اتجاه اكس وعمودي على واي؟ ده سؤالي. طبعا ولا شاطر جدا يقول لي طب ما احنا ببساطه ناخد عزوم جميع القوى والزيز ب 2 زد اكس. برجع تاني للاستاتيك العادي، هاخد عزوم جميع القوى اللي عندي والزيز ب 2 زد اكس. عندي القوه دي خد بالك دي في اكس برضه، وعندي القوه دي في واي برضه بنفس القيمه، وبعدين عندي في واي لفوق، وعندي في اكس لليمين. تعال خد العزوم حوالين محور القلم كده او حوالين محور زد، فهلاقي في اكس دي عزمها عند المحور ده بزيرو، وفي واي دي عزمها عند المحور ده بزيرو، فدول بالسلامه. طيب تعالى للفي واي البعيده، تقول لي بتدور كاونتر كلوك وايز بالنسبه لمحور زد، يبقى ذراع العزم دي اكس، صح يا جماعه؟ تعالوا كده اما نكتبه هنا كده نفكر نفسنا ان ده ذراع العزم بالنسبه لفي واي. اما اجي اجيب عزمها عند هذه عند هذا المحور، تقول لي صراع العزم بكام يا جماعه؟ ها دي اكس، وبيدور كاونتر كلوك وايز. الشباب معايا؟ طيب تعال نشوف القوه اللي فوق اللي هي في اكس دي. في اكس ليها عزم حوالين محور زد وذراع العزم بيساوي ايه يا جماعه؟ بيساوي دي واي. تعال نحطه كده برضه فوق في دايره كده نفكر نفسنا ان ده ذراع العزم، وبيدور كلوك وايز يعني مع عقارب الساعه، وفي اتزان، يبقى الكميه دي كلها
لازم تساوي الكميه دي كلها. يمكن اللي سبقني في التفكير يقدر يوصل لانه تاو اكس واي هيساوي تاو اكس. تعالوا نشوف كده، يبقى هقول سيجما المومنت بالنسبه لمحور زد ده بيساوي صفر، هذا يؤدي الى الاتي، يؤدي الى ان ممكن نعملها ايكواليتي او متساويه، طرف شمال بيساوي طرف يمين، او نحطهم في طرف واحد ونحط قدام قيمه منهم اشاره ناقص سواء كان كده او كده، الناس فهماني. فلما اجي اجيب عزوم جميع القوى بالنسبه لمحور زد هلاقي ان الفي واي عباره عن تاو اكس واي. الاريا كان في كام يا جماعه؟ دي زد في دي واي، وذراع العزم كان كام يا شباب؟ انا بجيب عزوم دلوقتي، الكلام ده كله مضروب في الدي اكس. تمام؟ وتعالوا نعملها متساويه، لان واحده منهم بتدور كاونتر كلوك وايز والثانيه بتدور كلوك وايز، فاقدر ان انا اعملهم متساويه كل واحده بالقيمه البوزيتيف بتاعتها. طيب؟ ده اكيد هيساوي عزم الدي اكس والزد 2 زد اكس، طيب اللي هو كان بيساوي تاو اكس واي، كانت الاريا بكام يا جماعه؟ ها؟ دي اكس مضروبه في الدي زد، وكان ذراع العزم بكام؟ بدي واي، والكميتين دول متساويين، فهلاقي هنا دي اكس مضروبه في دي واي مضروبه في زد، وهنا هلاقي دي اكس مضروبه في دي واي مضروبه في دي زد. ده تاو واي اكس صح، انتوا صح وانا غلط. كلام مظبوط. وتاو اكس واي مضروبه في نفس الثلاثيه اللي هو دي اكس في دي واي في دي زد، فالثلاث مقادير دول هيروحوا مع الثلاث مقادير دول، اذا تاو اكس واي بتساوي تاو واي اكس. بس كده حته صغنططه كده لانها هتقابلني كتير، تاو اكس واي مره وتاو واي اكس مره، فلما يكونوا هما الاثنين متساويين يعني بنفس القيمه اقدر اجمعهم او اطرحهم على حسب الاشارات بتاعتي. خلاص يا جماعه؟ يبقى احنا كده قدرنا نوصل ان تاو اكس واي بيساوي تاو واي اكس. ايه التاو واي اكس ده؟ شيل ستريس في اتجاه اكس عمودي على واي. ايه التاو اكس واي ده؟ شيل ستريس في اتجاه واي عمودي على اكس. خلاص يا جماعه؟ خدنا بالنا من الحدوته دي؟ ده كلام جميل. لو انا افترضت ان دي النقطه اللي موجوده عندي، بس طبعا تقول لي يا فندم يعني هي النقطه اللي موجوده عند حضرتك كل الاجهادات اللي بتاثر عليها اجهادات قص بس؟ ما فيش اجهادات نورمال؟ لا، في حاجه اسمها سيجما اكس، وفي حاجه اسمها سيجما واي، وفي حاجه اسمها سيجما زد بنعتبرها بصفر. سيجما اكس ده اجهاد عمودي، سيجما واي ده اجهاد عمودي، مش اجهاد قص. اجهاد عمودي يعني ايه؟ اجي مستوى زي ده كده يا جماعه واطلع منه بمحور كده بيوازي محور اكس وعمودي على المستوى، تقول ايه ده عمودي على المستوى حاسب، ده يبقى اجهاد عمودي بيوازي محور اكس يبقى اسمه سيجما اكس. وبعدين اجي للمستوى اللي فوق ده واعمل اجهاد عمودي كده بيوازي محور واي عمودي على المستوى، اقول لك اه، تقول لي يبقى سيجما واي ده اجهاد عمودي وبيوازي محور واي. واجي على المستوى ده واعمل لك عمود على هذا المستوى، تقول لي ده يبقى اسمه سيجما زد. لان الحقيقه الوضع لو انا جيت ارسمه تاني هو مش مجرد شير وبس، لا ده شير ونورمال. انا هيبقى عندي قيمه للسيجما اكس خلاف الصفر، اجهاد عمودي في اتجاه محور اكس، وهيبقى عندي قيمه للسيجما واي اجهاد عمودي في اتجاه محور الواي، وهيبقى عندي قيمه بصفر في اتجاه محور زد اسمها زد سيجما زد. ليه سيجما زد بصفر؟ لان انا الحاله اللي انا شغال بيها ايه يا جماعه؟ او بلين ستريس. بلين ستريس معناه اجهادات تؤثر في مستوى، والمستوى ده هو الاكس واي. او تو دايمنشنال معناها ايه؟ اكس واي او اكس وزد او واي وزد، فاحنا اخترنا اكس واي. خلاص يا جماعه؟ فلو انا جيت ارسم النقطه كده كمان مره، لانه لو عملناها هنا الدنيا هتتزحم. بص معايا كده يا شباب، يعني ده الوضع هقول بكل تعقيداته اللي ممكن يعدي عليا، عامل كده بكل انواع الاجهادات اللي موجوده. طبعا احنا اتفقنا ان ده كده محور اكس، وده كده محور زد، وده كده محور واي، هو نفس المنظر اللي فوق انا ما عملتش حاجه. وبعدين عندي هنا كده في سهم كده بيوازي محور زد، وسهم تاني كده بيوازي محور واي، وعايزين نكتب على كل سهم منهم، وسهم خارج كده، السهم الخارج ده اسمه سيجما اكس. السهم الخارج ده اسمه سيجما اكس. وبعدين السهم اللي طالع لفوق اسمه تاو اكس واي. وبعدين السهم ده تاو واي اكس. تعالوا كده اما نشوف الاسهم دي ايه حكايتها. لاني هكرر زي الثلاث اسهم دول فوق في السقف، وزي الثلاث اسهم دول في الوجه الامامي.
سيجما اكس هو اجهاد عمودي على هذا المستوى. فاكرين المستوى ده كانت مساحته كام في جنب؟ كانت دي زد مضروبه في دي واي. برافو. وبعدين المستوى ده بيأثر فيه حاجه اسمها تو اكس واي. حد فاكر تو اكس واي كان ايه المقصود بيها؟ ها؟ شيل ستريس وعموديه على محور اكس. وايه التو واي اكس؟ شيل ستريس الاتجاه. نعرف ندي بقى كده الاتجاه دي مش مظبوطه. يتصلح. عايز حد يصلح لي. الاتجاه اللي انا كنت كاتبه ده ما كانش مظبوط. ده تو ايه؟ اكس زد. تعالوا نشوفه كده هل هو تو اكس زد ولا لا؟ تقول لي يا فندم ده شيل ستريس في اتجاه محور زد ها وعمودي على محور اكس. انا كنت كاتب الاسم غلط صلحته. الشباب معايا؟ وبعدين الاجهاد العمودي ده اسمه سيجما اكس. نقولهم كمان مره سيجما اكس ده اجهاد عمودي نورمال ستريس. اما التاو اكس واي ده اجهاد قص. اما التاو اكس زد ده ايضا هو اجهاد قص بالنسبه للمستوى اللي موجود على اليسار. طب بالنسبه للمستوى الراسي ده عندي كده مركبه كده اسمها سيجما واي. وبعدين عندي سهم كده مكتوب عليه تاو واي اكس. وبعدين عندي سهم تاني كده مكتوب عليه تاو واي زد. تعالوا اما نراجع دول كده يا جماعه وقولوا لي الحروف اللي انا كاتبها دي صح ولا غلط. اولا ده سيجما واي اجهاد عمودي. عمودي على ايه؟ عمودي على مستوى السقف. حد فاكر مستوى السقف ده يا جماعه كانت مساحته كام في كام؟ كانت مساحته دي اكس ها مضروبه في دي زد. طيب تعالى قول لي بقى تو واي اكس كده الحروف دي ترتيبها صح؟ شيل ستريس في اتجاه الاكس وعمودي على محور واي صح؟ طب تعالى نشوف السهم ده اللي هو تو واي زد. خد بالك انا كاتب عند راس السهم عشان ما حدش يطلع. تو واي زد هو شيل ستريس في اتجاه محور زد ها وعمودي على محور واي. يبقى الكلام بتاعي مظبوط. ترتيب الحروف كده مظبوط. خلاص يا جماعه؟ تقول لي ده الحكايه عماله تتصعب. ثواني وهتلاقي نص الاجهادات دي هنصفرها. هنخليها بصفر. اي اجهاد قص فيه حرف زد هنعتبره بصفر. اشمعنى يعني حرف الزد اللي انت متجني عليه؟ لان احنا شغالين تو دايمنشن. الاكس واي بلين. فهلاقي مثلا تو واي زد هتروح مع تاو زد واي، هتروح مع تاو اكس زد، هتروح مع تاو زد اكس، كل الاربعه تاو دول موجودين وليهم قيم بس قيم تساوي الصفر. طب انت بتكتبهم ليه؟ عشان اعرف كل انواع الاجهادات. ربما مع طالب اكبر شويه بيحل المساله دي 3 دي بيحلها 3 دايمنشنز اللي بياخد تشكيل معادن بيحل المساله دي في 3 دي يبقى عنده قيمه للسيجما اكس وقيمه للسيجما واي وقيمه للسيجما زد. التاو اكس واي ليها قيمه، التاو اكس زد ليها قيمه، التاو واي زد ليها قيمه. بيبقى الموضوع اصعب لانه شغال 3 دي انما هي شغال 2 دي بس. خلاص يا جماعه؟ طب تعالوا بالنسبه للمستوى ده بيقول لي والله يا فندم ده في اجهاد كده بيوازي او يعني بيوازي محور زد وعمودي على اليسار اسمه ها اسمه سيجما زد. وبعدين في اجهادات قص. عندي في اجهاد قص كده السهم ده اهو وتعالوا نسميه تاو اكس تاو زد واي. وبعدين هنا تاو زد اكس. وراجع معايا كده بعد اذنك يا ترى الحروف الاخرانيه دي مظبوطه ولا لا؟ اولا سيجما زد وانت مغلط. قول لي يا فندم ده اجهاد عمودي بيوازي محور زد وبيأثر على المستوى. عايز حد شاطر يقول لي سيجما زد كان ناتج من فورس بتأثر على المستوى اللي مساحته كام في كام يا جماعه؟ دي اكس مطلوبه فيه؟ برافو. طيب اجي تاو زد واي ده معناه شيل ستريس في اتجاه انا بتكلم على ده الراس ده يا جماعه ده شيل ستريس في اتجاه محور واي ها وعمودي فعلا على محور زد. طيب واجي للسهم ده بقول شيل ستريس في اتجاه اكس فعلا في اتجاه اكس وعمودي على محور زد. خلاص يا جماعه؟ خدنا بالنا من الحدوته بتاعه القرايه بتاعه الشيل ستريس. فبيقول لي تاو زد اكس شيل ستريس في اتجاه الاكس وعمودي على زد. طب تاو زد واي ده شيل ستريس في اتجاه الواي وعمودي على محور زد. اللي حاصل لان انا شغال لسه ما مسحتش العنوان تو دايمنشن او بلين ستريس. فاللي حاصل عندي الاتي ان سيجما زد بتساوي زيرو. يعني هي موجوده وليها قيمه
بس بصفر. ما تقولش مش موجوده، لا، لانه قدام شويه في الحسابات حكايه الصفر دي هتنفعني. هي موجوده وليها قيمه، والقيمه دي بتساوي صفر، الجهات قيمته تساوي صفر. طيب لكن السيجما اكس ليها قيمه كده في الصفر، معرفش بكام على حسب ظروف كل سؤال، وسيجما واي ايضا ليها قيمه كده في الصفر. كلام جميل. وبعدين اجي تاو اكس زد بتساوي تاو زد اكس، مش احنا ثبتناها؟ مش احنا ثبتنا ان تاو اكس واي بيساوي تاو واي اكس؟ يبقى تاو اكس زد بتساوي تاو زد اكس، بيساوي صفر هما الاثنين. يبقى انا خلصت كمان من اجهادين بس ما لهمش استخدام عندي. وبعدين اجي للتاو واي زد بتساوي تاو زد واي برضه بتساوي زيرو. احنا برضه ثبتنا، احنا طبعا ما ثبتناش ان التاو واي زد بتساوي تاو زد واي، احنا ثبتناها عن طريق الاكس واي فهو نفس الميزان وكله بينطبق على المعادلتين دول برضه. انت ليه فرضت ان هم بصفر؟ قلت ان هم بصفر لان احنا ما زلنا شغالين في الكيس بتاع ال 2 دي او البلين ستريس. البلين ستريس، فتقول لي ده احنا كده كنسلنا كام اجهاد بقى؟ ادي اجهادين شير وكمان اجهادين شير واجهاد نورمال كلهم مقرونين بالمحور الثالث اللي هو محور سلم. خلاص يا جماعه خدنا بالنا من القصه؟ طيب اللي انا عايز اوصل له دلوقتي الاتي، هاخد من الوضع ده زي ما خدت من الوضع ده المنظر ده كده، هحاول اخد من الوضع ده بس بدلاله ايه بقى؟ هدخل معايا كمان الاجهاد العمودي اللي اسمه سيجما اكس واللي اسمه سيجما واي. عايزين ناخد بالنا من حاجه، في سيجما اكس في اتجاه محور اكس البوزيتيف، ففي قدامها سيجما اكس الناحيه الثانيه، بس انا ما كتبتهاش عشان خاطر ما اسحبش الوحده اللي انا مختارها. وزي ما في سيجما زد سيجما واي اعلى، في سيجما واي اسفل جاي من المستوى اللي في الباطن، وزي ما في سيجما زد خارجه من السبوره عموديه عليها، في سيجما زد في الناحيه الاخرى من السبوره. الناس واخده بالها من الحكايه دي يا جماعه؟ لان الاجهادات دي كلها كانت جايه من فورسز، فزي ما في قوه اسمها في اكس بتشد لليمين ففي في اكس بتشد لليسار. وزي ما كان في اكس او قوه اسمها في اكس قوه قص في اتجاه بتوازي محور اكس كان بيترد عليها في اكس هناك، فاكرين دي يا جماعه؟ في اكس وفي اكس وفي واي وفي واي. فالناس تاخد بالها انه نفس الاجهادات دي تتكرر كمان ثلاث مرات في الثلاث مستويات الاخرين. المستوى ده ليه قرين امامه، والسقف ليه قرين في الاسفل، والسقف والواجهه الاماميه دي ليها واجهه خلفيه. حتى احنا في الاسقاط لما كنا بنيجي نتكلم في الرسم يقول لك ده هم مش ثلاث مساقط، ده هم سته، امامي وخلفي، امامي وخلفي زي بعض، باخد الامامي توب وبوتوم فباخد التوب، ليفت هاند سايد فيو رايت هاند سايد فيو فباخد واحد منهم، هم سته مش ثلاثه. بس اختصارا او تسهيلا انا بقول كل اثنين قدام بعض بيساووا بعض او صوره من بعض، فبكتفي بالامامي وبالاعلى وبالجانب الايسر او الجانب الايمن. نفس الحكايه هنا، ان انا لو عندي مجموعه قوه في اليمين فبيترد عليها بمجموعه قوه في اليسار باتجاهات مختلفه. طيب بقى الوضع عامل كده يا جماعه، بصوا لي بقى، والسؤال يجي لي كده، والسؤال يجي لي كده يقول لي دي بوينت اوف ستريس. حاضر. وفي هنا اجهاد اسمه سيجما اكس ويديك قيمته ويتكرر، وفي هنا اجهاد اسمه سيجما واي ويديك قيمته ويتكرر، وفي هنا شيل ستريس، والشيل ستريس ده يبقى اسمه تاو ها اكس واي، يعني شيل ستريس في اتجاه الواي وعمودي على اكس. خد بالك ما اصله كان ده محور اكس والعمودي عليه كان ده محور واي. تقول لي بس حاسب التاو اكس واي في كمان قيمة للشيل ستريس بتساويها الرأس بالرأس، اسمها ايه يا جماعة؟ ها؟ تاو واي اكس، واحنا قدرنا نثبت ان تاو اكس واي ها؟ بتساوي تاو واي اكس، ثبتناها أول حاجة. وبعدين زي ما في تاو اكس واي من اليمين رأس يشيل لأعلى لازم يترد عليها بشيل ستريس بالمنظر ده كده. وزي ما في فوق شيل ستريس بيشيل لليمين لازم يترد عليه بشيل ستريس بالمنظر ده كده. بقت البوينت اوف ستريس دي الواقعة على سطح الاستريس دي ممبر متزنه تحت تاثير الفورسز، وبالتالي الاستريسز اللي نتجت عن هذه الفورسز. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه من الحدوته دي كلها؟
انا بقول ان النقطه دي كريتيكال بوينت وقع على سطح الاستريسد ممبر. عايز اعرف النقطه دي متعرضه لنورمال ستريس ماكسيمم بكام وشيل ستريس ماكسيمم بكام. فولد يقول لي ما هي ما انت كاتب اهو متعرضه لنورمال ستريس اسمه سيجما اكس في اتجاه اكس ونورمال ستريس في اتجاه واي اسمه سيجما واي، بس دي مش ماكسيمم ولا مينيمم، ده قيمه للسيجما اكس وللسيجما واي يتولد عنهم قيمه ماكسيمم وقيمه مينيمم. عايز اعرفه، عايز اعرف قيمه النورمال ستريس اللي ممكن ياثر على النقطه دي الواقع على سطح الاستراكشر الممبر بتاعي كقيمه ماكسيمم وقيمه مينيمم. هم دول مين اللي قال ان هم دول؟ فبقول لك سيجما اكس بتساوي 80 ميجا باسكال وسيجما واي بتساوي 20 ميجا باسكال، ايه اللي عرفك ان دي السيجما ماكسيمم والسيجما مينيمم اللي بتاثر على النقطه دي؟ طب وانت عايز تعرف السيجما ماكسيمم ليه؟ ما احنا اتفقنا علشان خاطر لو ما اعرفها ما تخطاهاش بفورسز تكسر لي الاستراكشر الممبر او تعمل له فين. الناس واخده بالها يا جماعه من تسلسل التفكير؟ احنا ما بنضربش ارقام وما بنحلش مسائل من غير حكايه، مش كده؟ لا، الحكايه ليها يعني معنى فيزيائي عايزين نبقى فاهمينه. تقول لي انت قلت من شويه ان النقطه دي ممكن يمر بيها عدد لا نهائي من المستويات، وليكن المستوى ده وهسميه الف الف ويميل على الراس بزاويه مقدارها سيتا. المستوى ده هو مستوى واحد ممكن يمر بالنقطه دي. كانوا معلمونا في الفرغيه زمان يقول لك النقطه يمر بيها عدد لا نهائي من المستقيمات من الستريت لاينز، والنقطه كمان يمر بيها عدد لا نهائي من المستويات. انا عايز من العدد اللا نهائي ده مستويين اثنين سبيشال. المستويين دول واحد منهم عليه ماكسيمم نورمال ستريس والتاني عليه ماكسيمم شير ستريس. فممكن ولد يقول لي ايه يا فندم، ما هو المستوى ده اللي عليه نورمال ستريس سيجما اكس وهي سيجما اكس دي هي الماكسيمم. مين قال؟ ويجي يقول لي ايه يا فندم، ما هو المستوى ده اللي عليه شير ستريس اسمه تاو اكس واي، ما هو ده ماكسيمم شير ستريس. ايه اللي عرفك؟ ما ممكن يكون المستوى ده او مستوى تاني او مستوى تالت او مستوى رابع او المستوى ده او المستوى ده، مين فيهم؟ تقول لي اه، يبقى احنا كده لازم نوجد فانكشن او داله بين زاويه ميل المستوى على الراسي مع الاجهاد. فبقول لك والله لما سيتا بكذا يبقى الاجهاد بكذا، لما سيتا بكذا يبقى لي. وبعدين الداله دي اعمل لها ماكسمايز فاوصل لاقصى اجهاد عمودي، وداله ثانيه بين السيتا والشير ستريس واعمل لها ماكسمايزنج ويبقى اكبر قيمه من شير ستريس حصلت عند المستوى اللي زاويه ميل وسيتا تساوي كذا. خدنا بالنا من الحدوته اللي احنا عايزين نوصل لها يا جماعه؟ اللي انا هسيبه للناس كمجهود شخصي يوصلوا له، الحقيقه انا كنت بعملها القصه دي على السبوره كل سنه، اول ترم طبعا يمكن ما عملناهوش فيه اعتقد الترم اللي فات وبعد كده الدنيا قفلت. فانا هسيبها لك، هدي لك المعادله وانت هتقدر توصل لها بسهوله اللي بتربط بين السيجما نورمال والسيتا، ومعادله ثانيه بتربط بين الشير ستريس والسيتا. هي معادله بسيطه بس يعني فيها كده شويه كلكعه في الدوال الدائريه وساين اثنين الزاويه وكوساين اثنين الزاويه، فانا هدي لك الاند برودكت بتاعها. ودي حاجه انت تقدر توصل لها بسهوله علشان احاول اوصل يا ترى المستوى اللي اسمه الف الف هو اللي عليه ماكسيمم نورمال ولا عليه شير، ولا المستوى اسمه بي ولا سي ولا دي ولا اي مستوى بوصفه بزاويه اسمها سي. انا عايز المستويات الخطر. ايه المستوى الخطر؟ عليه ماكسيمم نورمال، عايز اعرف زاويه ميله على الراس سيتا بتاعته بكام. ايه المستوى الخطر الثاني؟ عليه شير ستريس بيميل على الراس بزاويه اسمها سيتا داش مثلا، سيتا داش دي بكام؟ ده اللي انا عايز اوصله. بداية البرهان عندك لما تيجي تجيبه من أي ريفرنس هتلاقيه واخد المثلث ده كده وابتدى يعمل الفورس أناليسيس عليه، ومن الفورس أناليسيس بيوصل للستريس أناليسيس والإيكويشن اللي احنا هنكتبها مع بعض دي يا جماعة. عنواننا الجديد هو الآتي. برنسبال ستريسز. كلام ليه؟ كلام ليه؟ يبقى عنواننا الجديد المهم
برنسبال ستريسز او بليم ستريسز دايما باكد عليها. والحل اللي احنا هنحله ده المعادلتين اللي حضرتك هتجيب لي البرهان بتاعهم ده اناليتيكال سوليوشن، ده حل جبري. المحاضره الجايه هناخد الحل البياني. يبقى ده اناليتيكال سوليوشن. طلعت المعادله بعد ما حضرتك هتعمل فورس اناليسيس على المثلث ده، لانك انت بتدرس على المستوى اللي اسمه الف الف. طلعت المعادله الجنرال اللي بتربط السيجما نورمال مع السيتا او الشين ستريس مع السيتا هي الاتي: سيجما نورمال بتساوي طلعت المعادله كالاتي يا جماعه: سيجما نورمال، اي سيجما نورمال على اي مستوى، بس انا اخترت من المستويات دي مستوى اسمه الف الف وبيميل على الراس بزاويه مقدارها سيتا. سيتا دي بكام؟ تقول لي والله كل ما تحط سيتا بقيمه زي ما هنكمل المعادله يطلع قيمه مقابله للسيجما نورمال، فيبقى سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 زائد سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 كوساين 2 الزاويه زائد تاو اكس واي ساين 2 الزاويه. المعادله دي معادله مهمه جدا وهسميها المعادله رقم واي. يبقى سيجما نورمال بتساوي سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 كوساين 2 الزاويه زائد تاو اكس واي ساين 2 الزاويه. الحقيقه دي الخطوه النهائيه واللي قبلها خطوتين انت هتجيبهم لي. اللي قبلها خطوتين اللي مطلوب من حضرتك انك انت تجيبهم لي كده في ريبورت صغير كده ورقه في مسكاب وش وظهر. ازاي وصلنا للمعادله دي؟ بدايه من البوينت اوف ستريس دي وخدنا الويدج ده او المثلث ده وعملنا عليه فورس اناليسيس بتاعنا، وصلنا الى ان سيجما نورمال، اي سيجما نورمال لو تلاحظ دي داله بين مين ومين يا جماعه؟ بين السيجما نورمال في الطرف الشمال كما لو كانت واي بتساوي 2 اكس زائد 3 وسيتا في الطرف اليمين. فكل ما سيتا تاخد قيمه، خد بالك الجيفن اللي هي ايه؟ الجيفن اللي هي سيجما اكس هديها لك معلومه، ومسائل الشيت الثاني هتلاقيها معظمها كده، الشيت الثاني نزل موجود في المكنه. هيدي لك سيجما اكس جيفن، ويدي لك سيجما واي جيفن، ويدي لك زاويه ميل المستوى، ده السؤال المباشر. ويجي يقول لك ايه؟ احسب لي قيمه السيجما نورمال على مستوى بيعمل مع الراس زاويه مقدارها 22 درجه. فكان ادي بوينت اوف ستريس برسمها، او ساعات هو بيديها لي مرسومه. وبيديني قيمه السيجما اكس، لو شد يبقى السهم لاغي الخارج يا شاطر. وطبعا ده زيه هيبقى للخارج. لو ضغط هلاقي السهم دون للداخل، داخل ايه وخارج ايه؟ يشير لداخل النقطه او لخارج النقطه. وبعدين يديني سيجما واي بقيمتها. لو شد فهو يشير للخارج، يجي يقول لك ايه؟ سيجما واي بتساوي سكين ام بي ايه؟ وبعدين يعمل لي كده. يقصد ان هو شد او يكتب لي بوزيتيف 60 ميجا باسكال. خلاص بقى اعتقد دي حاجه ما تلخبطش الناس. فاديني سيجما اكس واديني سيجما واي ويقول لي احسب لي النورمال ستريس على مستوى يعمل 35 درجه. خلاص احسب حساب مباشر. سيجما اكس جيفن بلاش كلام، سيجما واي جيفن زاويه ميل المستوى احسب له السيجما نورمال. يبقى دي معادله بتربط الاجهاد العمودي اللي بيمر عند على اي مستوى مع السيتا. وساعات كان يكتب لي ايه؟ سيجما نورمال وسافكس كده يا جماعه ايه ايه؟ سيجما نورمال ايه ايه؟ فكانه بيقول لي الاجهاد العمودي اللي بيأثر على المستوى الف الف اللي زاويه ميله على الراس كام يا شباب؟ سيتا. احسب لي قيمه الاجهاد العمودي. خلاص يا جماعه؟ المعادله الثانيه المهمه اسمها تاو ان تي. تاو ان تي، تاو ده شيل ستريس. ان تي ما احنا عايزين ناخد بالنا من حاجه، اصل ده كان اتجاه النورمال على المستوى المائي اللي اسمه الف الف، وده اتجاه التانجنشن والزاويه بينهم 90 درجه. خد بالك انت لما هتيجي تشوف الاناليسيس بتاع الجزء ده هتلاقيه حل بطريقه مزعجه شويه عشان يوصل للمعادله دي واختها الثانيه.
انه خد المحورين بتوعه اكس وواي، مش اكس وواي التقليدي، لا ده خد محور منهم عمودي على المستوى الف الف سماه الان اكس، جاء من كلمه نورمال، وخد المحور الثاني موازي للمستوى ام الف ايه وسماه التي اكس اللي هو التانجنشن اللي هو الموازي للمستوى الف الف، ده المحور بتاعه، والنورمال على المستوى الف الف ده المحور بتاعه، وعمل الاناليسيس بتاعه كله على اساس ان دول المحورين بتوعه اكس وواي عشان يصل للمعدل. خلاص يا جماعه؟ فتاو ان تي برضه على المستوى اللي اسمه الف الف، بس عايز ولد شاطر يقول لي هو تاو ان تي معناها ايه؟ قرايه شير ستريس اتجاه التي وعمودي على الان، يبقى الكلام كده صح. شير ستريس في اتجاه التي، ما هو ده اتجاه التي اهو، وعمودي على المحور الثاني اللي هو محور ان. وصلتوا كده اللعبه دي يا جماعه؟ تاو ان تي عليها دايما بتتكرر. امال ايه الايه ايه ده؟ ده ده اسم المستوى، قد يكون المستوى اسمه اتش اتش، او يكون المستوى اسمه يو، اي مستوى بسميه بحرفين. خلاص؟ يبقى تاو ان تي معناه اي شيء ستريس يؤثر على المستوى اللي اسمه الف الف بيساوي المعادله دي برضه، وهي ايضا معادله هامه جدا، ناقص سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 المره دي ساين الاول 2 الزاويه زائد تاو اكس واي كوساين 2 الزاويه. دي المعادله رقم 2 المهمه جدا اللي حضرتك برضه هتوصل ليها. هو في قبلها عشان برضه ما صعبش على الناس، هو في قبلها خطوتين بس دور لي عليه عشان اوصل لايه؟ علاقه الشير ستريس على اي مستوى يمر من نقطه ويصنع زاويه مقدارها سي. خدوا بالكم يا جماعه، انا كاني بتكلم على المستوى ده. سيجما دي العموديه عليه هي سيجما نورمال على المستوى الف الف، والشير ستريس ده هو تاو ان تي على المستوى الف الف. لخبطنا؟ انا كلامي على اي مستوى يا جماعه؟ على المستوى الف الف. فسيجما نورمال ايه اقدر احسبها من المعادله دي على هذا المستوى، والشير ستريس اللي هو تاو ان تي ايه اللي هو قيمه الشير ستريس على هذا المستوى اللي اسمه الف الف. وصلت الحدوته يا جماعه؟ فيبقى السؤال المباشر، حاضر، ده السؤال المباشر السهل، بوينت اوف ستريس ويعمل ازاي كده؟ ويقول لي ايه؟ 80 ميجا باسكال على طول دي سيجما اكس، وبعدين يعمل كده ويقول لي 40 ميجا باسكال، وانا ما خدتش بالي من السهم، السهم داخل. وبعدين يقول لي المستوى بيميل بزاويه مقدارها 23 درجه. ويطلب مني سيجما نورمال على المستوى الميني، يروح مسميه لي مثلا به به. ويطلب مني، وطبعا بيكون مديني تاو اكس واي بقيمه، مثلا يقول لي تبقى دايما صغيره 20 ميجا باسكال، فهيترد عليها بحاجه كده، ويترد عليها بحاجه كده، ويترد عليها بحاجه كده، بقت النقطه متزنه. السؤال بيجي لي كده مباشر، مفيش فيه اي لف، تعويض مباشر. تقول لي والله يا فندم هحط سيجما اكس في المعادله الاولانيه بموجب 80، واحط السيجما واي بناقص 40 لانه ده اجهاد ضغط، وتاو اكس واي خدها معايا قاعده وارجوك ما تنساهاش، يمين النقطه والسهم يشير لاعلى يبقى بوزيتيف شير. تاني يمين النقطه، ادي النقطه وادي سهم الشير يشير لاعلى، يبقى احطه في المعادله قيمه بوزيتيف تاو اكس واي، وفي المعادله الثانيه احطه قيمه بوزيتيف تاو اكس واي برضه. الشباب معايا؟ يبقى كمان مره سيجما اكس اشارتها محسومه من الخارج تبقى شد للداخل ضغط، سيجما واي اشارتها محسومه برضه للداخل ضغط للخارج شد، وعوض بوزيتيف او نيجاتيف. تعالى للتاو اكس واي اللي هي فعلتنا هنا ب 20، لو السهم من اليمين يشير لاعلى يبقى ده بوزيتيف شير ستريس، او ما احطه في المعادله دي باشاره بوزيتيف، احطه في المعادله دي برضه باشاره بوزيتيف واحسب حساب مباشر. خلاص يا جماعه؟ خدنا بالنا من القصه دي؟ ده السؤال المباشر جدا اللي فيه تعويض مباشر في معادله السيجما نورمال على اي مستوى، بس انا كنت مستنتج المعادله وانا مسمي المستوى الف الف. ماشي، المستوى بقى اسمه بي بي او اسمه كي كي او اسمه اتش اتش زي ما تكون، واحسب برضه الشير ستريس على المستوى اللي اسمه بي بي بالتعويض المباشر. وصلت الحدوته يا جماعه؟ طيب
الحقيقه ده الجانب السهل في الموضوع، الجانب اللي محتاج مننا تفكير شويه. كلام ليه؟ استاذ السبوره هنا حضرتك، لو حضرتك عايز تستاذن اتفضل، يبقى ما تتكلمش، لا بتتكلم مع اللي جنبك وما تقاوحش. يبقى ده اجهاد عمودي ان جنرال عايز اعمله ماكسمايز. قول لي خلاص احنا فهمنا القصه من الاول، المعادله العامه او الجنرال ايكويشن اللي بتربط النورمال ستريس مع زاويه ميل المستوى، اعمل لها مشتقه اولى باني افاضل واسوي بالصفر علشان اوصل للبرنسبل ستريس. البرنسبل ستريس المقصود بيها يا جماعه اقصى اجهادات عموديه ممكن تاثر على المستوى، واقصى اجهادات قصر ممكن تاثر على المستوى، يسموها سيجما بي 1 وسيجما بي 2 وتاو ماكسيموم. الثلاث قيم دول هم البرنسبل ستريس. كلمه برنسبل اللي هي ترجمتها الحرفيه مبدا، بس يعني هنا نقصد بيها اعلى اجهادات عموديه واقل اجهادات عموديه ممكن تاثر على المستوى، واقصى اجهاد قصر ممكن ياثر على المستوى. طب انت لما تعرفهم يبقى انت عرفت المستوى اللي اثرت عليه هذه الاجهادات القصر، وبالتالي قدرت تعرف زاويه الميل بتاعتك. خلاص يا جماعه؟ ده اللي احنا هنحاول نعمله دلوقتي، ان احنا نعمل ماكسمايزنج للمعدل رقم واي او المعدل رقم واحد علشان اوصل منها لاقصى اجهاد عمودي ممكن ياثر على النقطه. ايه السيجما نورمال؟ ده اي اجهاد عمودي ممكن ياثر على النقطه. بيتحسب ازاي؟ بمعلوميه سيجما اكس وبمعلوميه سيجما واي. لكن من السيجما نورمال ده يهمني اجهاد واحد ماكسيموم عايز اوصله، علشان اوصله يبقى الخطوه الرياضيه اللي انا هعملها ان انا هعمل ماكسمايزنج للداله رقم واحد. طيب تعالوا لما نشوف لو جينا نعمل هذا الكلام يشتق اقصى قيمه قيمه تحصل عشان عندها الليمت اللي تحت وصلنا زي الماتيريال كده قلت له ممكن تتكسر. اكتب معايا كده يا شاطر توجت سيجما ماكسيم اللي هم بيسموها سيجما بي 1 و2، سيجما بي 1 وسيجما بي 2، فكأن السيجما ماكسيموم دي كأنها سيجما بي 1 اعملها لك بالتفصيل و سيجما بي 2 وبين قوسين بلاش نقول علامه التساوي. يبقى السيجما ماكسيموم دي المقصود بيها مين ومين يا جماعه؟ سيجما بي 1 وسيجما بي 2، وهنعرف هما ليه 2، هما ليه 2 سيجما بي 1 وسيجما بي 2، قيمه ماكسيموم وقيمه مينيموم. اعلى قيم الاجهادات قد تمر بالمستوى اللي احنا بندرس فيه الاجهادات العموديه، واقل قيم الاجهادات العموديه اللي ممكن تمر بالمستوى اللي بنتكلم عليه اسمها سيجما بي 1 وسيجما بي 2. يبقى توجيت سيجما بي او سيجما ماكسيموم سيجما بي 1 وسيجما بي 2 هنقول دي سيجما ان واي دي سيتا بتساوي صفر. كاني بجيب المشتقه الاولى للدم اي. الجزء الاولاني ده كونستانت، ده ترم ثابت لما افضله بالنسبه لاي حاجه يطلع صفر. سيجما اكس دي قيمه ثابته والسيجما واي دي قيمه ثابته، ايه اللي بتتغير؟ سيتا. كل ما سيتا تتغير تغير لي السيجما نورمال معاه. انما سيجما اكس وسيجما واي دول ثابتين فوق السؤال. يبقى الترم الاولاني كده بعد الاشتقاق يديني صفر او المشتقه الاولى. طيب تفضل الكوزاين بماينس ساين في مشتقه اللي جوه الزاويه، يطلع الكلام ده بيساوي ناقص سيجما اكس وسيجما واي على 2 ساين 2 الزاويه زائد 2 تاو اكس واي في 2 ناقص كده. يبقى انا فضلت الكوساين 2 سيتا 2 ساين 2 سيتا، وفضلت الساين 2 سيتا ب 2 كوساين 2 سيتا مضروبه في ثابت اسمه تاو اكس واي، وهنا مضروبه في ثابت اسمه سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2. صح التفاضل ده كده يا جماعه؟ راجعوا لي الاشتقاق ده كده مظبوط؟ تفاضل الكوساين بماينس ساين في مشتق ما بداخل الزاويه فطلعنا 2 بره، وتفاضل الساين بالكوساين في مشتق ما بداخل الزاويه فطلعنا الاثنين بره. الكلام ده كله المفروض ان هو بيساوي ها؟ لان احنا قلنا دي سيجما ان باي دي سيتا هو ده بيساوي صفر. اكمل الكلام ده بسيط، رياضه انتوا كلكم شاطرين فيها. تقول لي بعد اذنك
انا عايز اسيب الكسر ده كله حته واحده. فما تختصرش وتتسرع تختصر الاثنين دي مع الاثنين دي. انا عايز الكتله دي كلها وان بالك كده، لان هي هتفيدني برضه في الحل بتاعي. ما انا عارف انك انت فاهم ان دي اثنين في البسط ودي اثنين في المقام فيختصروا مع بعض. لا، انا عايز اسيب الكسر ده كله ببسط ومقامه، بسط سيجما اكس ناقص سيجما واي ومقامه اثنين. خلاص كده يا شباب؟ هتقول لي والله لما ده حصل فاحنا نقدر نجيب تاني 2 سيتا. يبقى اذا تان 2 سيتا هيساوي ساين 2 الزاوية، اللي هو ساين 2 سيتا على كوساين 2 سيتا. فلما باخد الكلام ده بوديه الناحية التانية، فيبقى ساين 2 سيتا على كوساين 2 سيتا مش هترجع بيدك فاضية، هتلاقي فيه ايه؟ 2 تان اكس واي على سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2، والكلام ده مضروب في 2. شباب معايا؟ قول لي دلوقتي نقدر نخلص من الاثنين اللي في البسط والاثنين اللي في المقام، لان انا هكون مثلث قائم دلوقتي، والحكايه دي احنا كنا بنعملها كتير في الاستاتيك. لما يكون تان 2 سيتا بيساوي الكلام ده، اقدر احسب ساين 2 سيتا وكوساين 2 سيتا باني بكون المثلث القائم اللي انتوا عارفينه. فيطلع الكلام ده، لو انا جيت اعمل مثلث كده ودي الزاويه اللي هي اسمها 2 سيتا، فلقينا ان تان 2 سيتا اللي هو المفروض بيساوي مقابل على مجاور، فالمقابل هو تاو اكس واي، والمجاور هو سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 كلها على بعضها، ويبقى الوتر هو جذر التربيع لسيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 الكل تربيع زائد تاو سكوير اكس واي. الكلام ده برضه احنا عارفينه بسهوله. لما باجي اقول لك تاني 2 سيتا اللي هو بيساوي ساين 2 سيتا على كوساين 2 سيتا، هيطلع الكلام ده بيساوي تاو اكس واي على سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2، وده ظل الزاويه اسمها 2 سيتا. فادي المقابل بتاو اكس واي وادي المجاور بسيجما اكس ناقص سيجما واي على 2، يبقى الوتر بكام تقدر توصل له؟ اطلع بره انت وهو. انا طردتك قبل كده؟ طب اتفضل. اسمك ايه؟ سكشن كام؟ طيب، يبقى احنا كده نقدر نطلع ساين 2 الزاوية ونطلع كوساين 2 الزاوية. ايوه يا مصطفى، السلام عليكم. انت عايز تجيب ساين 2 سيتا وكوساين 2 سيتا ليه؟ تعالى كلمة الموضوع رياضة في رياضة وبتاع، وساين 2 الزاوية وكوساين 2 الزاوية ومثلث قائم ووتر وادجيسنت ومش عارف ايه. عايز تجيب ساين 2 سيتا ليه وكوساين 2 سيتا ليه؟ مش انا عملت الماكسمايزنج لاني جبت الفيرست ديريفيتيف، عايز اترجمه في النهاية للزاوية اللي اتحقق لي هذا الماكسمايزيشن. الزاوية دي هي اللي هتولد لي سيجما نورمال الماكسيموم، اللي هو سميناه سيجما بي 1 او سيجما بي 2. طب الزاويه دي انا ما اعرفهاش قيمه 30 درجه ولا 40 ولا 50، فبجيبها عن طريق ان انا بحسب لها الكوساين بتاعها واحطه قيمه، وبحسب لها الساين بتاعها واحطه قيمه، انما الزاويه كرقم انا مش عارف. الناس واخده بالها احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ احنا ما بنحلش مساله رياضه ولا داله بنعمل لها بنتدرب ازاي نجيب المشتقه الاولى للداله. لا، ده دي مجرد سلمه تساعدني في اني اوصل للزاويه بتاع المستوى اللي عليه ماكسيمم نورمال ستريس. الزاويه دي ساين بتاعها كام والكوساين بتاعها كام؟ انا تقريبا وصلت له. ساين هذه الزاويه، او هي مش الزاويه بقى، هو دبل الزاويه. هو دبل الزاويه، واحنا اتعمدنا كمان ان احنا نستنتج المعادلات دي بدلاله الدبل انجل، لانه لما نيجي ان شاء الله في المحاضره الجايه نحل نفس الموضوع ده بس جرافيكال سوليوشن اللي هو حل بياني، هلاقي انه اللي اكتشف الحل البياني ده كان بيحل بدلاله مضاعفات الزاويه.
فعلشان اخلي الحل الجبري يبقى موافق للحل البياني فحللت برضه بدلاله مضاعفات الزاويه اللي هو ساين 2 الزاويه وكوساين 2 الزاويه. كان ده السبب ليه ما اشتغلتش بساين سيتا على طول وكوساين سيتا على طول، عشان اوافق بين الحل الجبري اللي احنا بنعمله ده والحل البياني اللي لسه هنشوفه ان شاء الله. طيب اقول له كده ايه، اذا نقدر بقى نجيب ساين 2 الزاويه وكوساين 2 الزاويه بمنتهى السهوله ونعوض. اقول له اذا ساين 2 سيتا بي، يقول لي اه لا دي جديده، حرف البي ده جديد. انت تقصد بيه ايه؟ اقصد بيه البرنسبال بلين. ايه البرنسبال بلين ده راخر؟ مش احنا اتفقنا ان سيجما بي 1 وسيجما بي 2 دول البرنسبال ستريسز اللي هم اقصى اجهادات عموديه وادنى او اقل اجهادات عموديه بيأثروا على مستوى اسمه البرنسبال بلين، وزاويه من المستوى اسمها البرنسبال انجل. فكل الحاجه منسوبه للبرنسبال بلين، فحطينا حرف البي. يعني بدل ما اكتب لك على دي 2 سيتا دي اي 2 سيتا، بس انا عايز 2 سيتا سبيشال بتاع مستوى معين، مين فيهم يا جماعه؟ ها؟ المستوى اللي عليه الماكسيمم نورمال ستريس والماكسيمم والمينيمم نورمال ستريس اللي هو اسمها سيجما بي 1 سيجما بي 2، بيأثروا على مستوى ما اسموش الف الف ولا اسمه به به، اسمه برنسبال بلين. وزاويه من هذا المستوى على الراس اسمها البرنسبال انجل اللي هي سيتا بي، اللي هي سيتا بي او 2 سيتا بي. ما انا لو عرفت دي هقدر اعرف يطلع ساين 2 سيتا بي. حد يقول لي بقى كده يا جماعه يساوي تاو اكس واي على الجذر، الجذر واللي تحت الجذر احنا عارفينه سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 متربعة زائد تاو سكوير اكس واي. طيب وكوساين 2 سيتا بي هتساوي الادجسنت على اللي هو سيجما اكس ناقص سيجما واي، كل ده مقسوم على 2 في البسط والمقام برضه فيه الجذر. شباب كده معايا؟ طيب ده كلام جميل. بوتنج ساين 2 سيتا بي اند كوساين 2 سيتا بي الايكويشن اي، اكتب الرقم. بوتنج ساين 2 سيتا بي اند كوساين 2 سيتا بي ان ايكويشن اي تو جيت ماكسيمم نورمال ستريس. انا بعمل كده ليه؟ انا هاخد ساين 2 سيتا بي اعوض بيه في المعادله الجنرال، وهاخد كوساين 2 سيتا بي اعوض بيه في المعادله الجنرال، اللي هيطلع لي ما اسموش سيجما نورمال، امال اسمه ايه؟ اسمه سيجما بي 1 او سيجما بي 2 اللي هو الماكسيمم نورمال ستريسز اللي بتاثر على المستوى اللي زاويه ميله كام يا شباب؟ 2 سيتا بي، او اقدر اقول لك 1 سيتا بي، ما انا لو عرفت دي هعرف. فتعالوا نعوض كده تعويض مباشر، يبقى هنقول له بوتنج ساين 2 سيتا بي اند كوساين 2 سيتا بي ان ايكويشن رقم 1، وهعوض تعويض مباشر في الايكويشن رقم 1. وتعالوا نشوف الكلام ده هيديني ايه. الكلام ده هيديني اذا سيجما، اكتبها وانا مطمئن بقى، سيجما بي 1 او 2 هتساوي، طب كده كده سيجما نورمال ليه؟ سيجما نورمال دي كانت اي اجهاد عمودي اي قيمه اي قيمه، انما سيجما بي 1 دي ناتجه من مين؟ ناتجه من الانجل اللي اسمها 2 سيتا بي، وال 2 سيتا بي دي كانت جايه من الماكسمايزنج، يبقى السيجما اللي انا هحصل عليها دي هي ايضا ماكسيمم او مينيموم. تمام؟ فتعالوا نطبق تطبيق مباشر. طبعا الترم الاولاني از ات از اللي هو سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 كوساين 2 الزاويه معلوم؟ اه كوساين 2 الزاويه كان بيساوي الكلام ده مضروب فيه سيجما اكس ناقص سيجما واي مقسوم على 2، الكلام ده كله مقسوم على الجذر ده الكوساين. والترم الثالث كان ايه يا جماعه؟ ها؟ كان تاو اكس واي مضروبه في ساين 2 الزاويه، وساين 2 الزاويه كان بيساوي تاو اكس واي على الجذر. صح كده يا جماعه؟ ده تعويض مباشر كده بسيط، وانتوا راجعوا معايا المعادله دي كده، لو انا عندي غلطه ولا حاجه قولوا لي الغلطه ايه؟ يبقى كاني بقول سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 متربعه والجذر موجود عندي زائد
تاو سكوير اكس واي والجذر برضه موجود عندي. الكلام ده هيدينا الاتي. المثلث ده خلاص يا جماعه عرفنا الحدوته بتاعته، هنشيله بس هنرسمه تاني لانه فيه قصه كده. الكلام ده بعد ما نصفيه بخطوتين هيطلع يساوي سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد او ناقص الجذر. هكتبه المره دي بالكامل بقى، سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 لكل تربيع زائد تاو سكوير اكس واي. جت منين؟ هسيبك تحاول فيها. ازاي الخطوه دي وصلني لدي؟ فكر فيها كده، عامل مشترك ومش عارف طلعنا حاجه بره وقصه كده. طلع في النهايه دي المعادله الاساسيه بقى بتاع مين ومين يا جماعه؟ السيجما بي 1 او بي 2. سيجما اكس بقى سيجما على 2 زائد او ناقص سيجما اكس ناقص سيجما على 2 لكل تربيع. التربيع ده هنا زائد تاو سكوير اكس واي. وهي طبعا هتبقى قصه سهله، يعني في هنا خطوتين سيادتك وانت بتذاكر اعملهم. حاجه كده عامل مشترك هطلعه بره واطلع الجذر بره، هلاقي في النهايه نفسي وصلت لهذا المنظر. والقصه بتاع الزائد والناقص ايوه عايز افهمها. المثلث اهو وادي الاثنين سيتا، كان هنا في ايه يا جماعه؟ فكروني. وهنا 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 اللي هو السيجما اكس ها ناقص سيجما واي على 2 مربعة زائد ها تاو سكوير اكس واي. فبجيب ساين 2 سيتا وبجيب كوزاين 2 سيتا او بجيب تان 2 سيتا. اي زاويه موجوده في الربع الاول ليها زاويه ثانيه مقابله ليها في الربع الثالث. لو انا قلت 2 سيتا زائد 180 صح؟ الزاويه اللي موجوده في الربع الاول اسمها 45 درجه والتان بتاعها بيساوي 1. تعال نتكلم رياضه، اللي هو ساين 45 ها على كوساين 45 بيطلع تان 45 بكام؟ ليها زاويه مقابله ليها بس بفرق 180 درجه كده في الربع الثالث اللي هي 225 درجه. دي الكوساين بتاعها نيجاتيف 1 على جذر 2 والساين بتاعها كمان بناقص 1 على جذر 2، يعني التان بتاعها بكام؟ برضه بواحد. يبقى الزاويه اللي موجوده في الربع الاول ليها قرين او نظير في الربع الثالث في الثاني، انما الساين والكوساين عارفين لهم اشارات مختلفه على حسب كل ربع. صح كده ولا ايه؟ فانت خدت 2 سيتا خدتها موجوده في الربع الاول، طب ما تاخدها كمان في الربع الثالث. يبقى كان انا عندي ايه يا شباب؟ بصوا هو انا كده اكمل كده. الزاويه دي 2 سيتا متفقين؟ طب ودي كلها كام؟ 2 سيتا زائد 180 درجة. صح يا شباب؟ يعني الزاوية دي اسمها 2 سيتا، القرين بتاعها في الربع الثالث اللي هو 2 سيتا زائد 180. طب إيه العلاقة بينهم؟ العلاقة بينهم إن تاني الزاوية اللي في الربع الأول أي زاوية في الربع الأول، بس إحنا اخترنا زاوية سهلة. لو جمعت عليها 180 درجة ووديت للربع الثالث ألاقي التان بتاع دي يساوي التان بتاع أختها اللي في الربع الثالث. صح يا شباب؟ قول لي بس خلاص. يبقى هو ده السبب في حدوته الاشارات اللي هتحصل هنا، ان انا كاتب مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. ليه؟ لانه في الربع الاول الساين والكوزاين الاشارات بتاعتهم بوزيتيف، وفي الربع الثالث الساين والكوزاين الاشارات بتاعتهم نيجاتيف. من هنا جت مره زائد ومره ناقص. بس هو خد بالك المقصود بيها بقى في مادتنا بقى، احنا كده بنتكلم رياضه، انما المقصود بيها اكشوالي ان سيجما بي 1 بتساوي الكسر ده كله زائد الجذر، وسيجما بي 2 بتساوي الكسر ده كله ناقص الجذر. فده الفرق، يعني الزائد والناقص جت من وجهه نظر الرياضه فهمناها. زاويه في الربع الاول ليها قرين في الربع الثالث، وانا فاكر انه اي زاويه في الربع الاول اختها اللي في الربع الثالث هما الاثنين ليهم نفس الضلع نفس التان. صح يا شباب؟ ده رياضه. انما هنا
اما جينا عملناه مسلمون الزائد والناقص، لما جينا عملنا الحدوته دي ايه المقصود بيها؟ المقصود ان سيجما بي واحد اللي هو اقصى اجهاد الشجره، اعلى اجهاد يساوي الكسر زائد الجذر، والمينيمم ستريس، المينيمم ستريس اللي هو سيجما بي 2 اقل اجهاد ممكن يحصل على المستوى اللي بنتكلم عليه اللي هو زاويه ميله 2 سيتا بي يساوي نفس الكسر ناقص نفس الجذر. خلاص يا جماعه خدنا بالنا من الحدوته دي. فما يجي يديني السؤال اللي انا كنت عامله بقى من شويه يا جماعه، فاكرين ده والسيجما اكس ب 40 ولا بتبقى رقم كبير قوي، نقول 80 وسيجما واي ب 60 وتاو اكس واي بتساوي 20، ويعمل لي بقيه الاسهم كده وكده وزي ما السبب كده، وبعدين يجي يروح عامل لي مستوى كده ويقول لي اسمه الف الف والزاوية دي مقدارها 33 درجة. والزاوية دي مقدارها 33 درجة، أقول لك كالكوليت. كالكوليت على الوضع ده كده. سيجما نورمال أمبلين ألف ألف. تاو إن تي أمبلين ألف ألف. برنسبال ستريسز. ما بيقولكش البرنسبال ستريسز على المستوى ألف ألف. ليه؟ هو إيه اللي عرفني؟ ان المستوى البرنسبال زاويه ميله 33. انا ايه اللي عرفني؟ فتقول لي اه ده انا علشان خاطر احسب البرنسبال ستريسز هضطر الجا للمعادله دي اللي هي سيجما بي 1 بتساوي الكسر زائد الجذر والسيجما بي 2 بتساوي الكسر ناقص الجذر. اذا سيجما بي 1 وسيجما بي 2 دي البرنسبال ستريسز بس مش على المستوى اللي اسمه الف الف. لاني مش عارف اذا كانت سيتا بي ب 33 ولا لا. هو انا اعرف احسب سيتا بي؟ اعرف ولا ايه؟ تعرف ما انت عندك تاني 2 سيتا بي بيساوي سوي يا شباب تاو اكس واي. يلا نروحوا مع بعض. تاو اكس واي بيساوي تاو اكس واي على 6 اكس ناقص 1 على 2 معوض بتاو اكس واي بقيمتها وهي جيفن وسيجما اكس بقيمتها وهي جيفن قيمه واشاره وسيجما واي بقيمتها قيمه واشاره واحسب الكسر ده كله واجيب انفرس تاني هطلع الزاويه اللي هي 2 سيتا اقسمها على 2 هطلع السيتا بي. السيتا بي دي مش اي سيتا ده دي زاويه ميل المستوى الذي عليه البرنسبال ستريسز اللي هو السيجما بي 1 والسيجما بي 2. خلاص يا جماعه خدنا بالنا من القصه دي. يبقى لحد دلوقتي احنا قلنا كان مطلوب طلب سيجما اعرف حضرتك وحضرتك بتضحكوا على ايه؟ يعني قول لي لو نكته اضحك معاك. انا بكلم ناس كبار قدامي مش طلبه في الروضه. اللي ههزقه هخليه يكره حياته ويبصر. ومش هيحضر تاني. فبلاش تحط نفسك في الموقف ده. احنا ناس كلنا محترمين ولاد ناس محترمين. يبقى طالب الاجهادات العموديه على المستوى الف الف، طب ينفع نطلب اجهادات القص على المستوى الف الف؟ شيل ستريس على المستوى الف الف، تعويض مباشر في المعدل رقم 2. ناخد بالنا احنا بنتكلم على افكار الشيت الثاني، اصحى معايا. يطلب سيجما نورمال على المستوى كل اللي بيطلبه، كل اللي بيفكر فيه. سيجما نورمال على المستوى الف الف. تعويض مباشر. تاو ان تي على المستوى الف الف. تعويض مباشر. كالكوليت سيتا بي. تعويض مباشر ليها معادله. طالما تاو اكس واي معلومه والسيجما اكس مش هقدر اطلعه من سيتا بي، 2 سيتا بي ومنها سيتا بي. طب عايز سيجما بي 1 وعايز سيجما بي 2 وعايز تاو ماكسيموم. تاو ماكسيموم لسه ما عملناش اللعبه بتاعتها. تاو ماكسيموم لسه ما عملناش اللعبه بتاعتها. تقول لي والله ممكن نتوقعها. الداله الثانيه او الفانكشن الثانيه بتاعه الشير ستريس على اي مستوى اسمه الف الف اعمل لها برضه ماكسمايزنج باني افاضل بالنسبه للسيتا واشوف قيمه السيتا المره دي بكام. بس المره دي مش هسميها سيتا بي هسميها سيتا تاو لان المره دي عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب التاو ماكسيموم. فبنسب كل حاجه للشير ستريس اللي هو حرف التاو تمام. وهقدر برضه بنفس القصه كده اطلع المطلوب مني. سيجما نورمال ده مباشر وتاو ان تي مباشر وسيتا بي اقدر احسبها وسيجما بي 1 وسيجما بي 2. ولد شاطر ممكن يقول لي ايه؟ طب انا لو حسبت سيتا بي ده قيمه اعرف
وعوضت بيها هنا في المعادله دي الا طلعه يبقى سيجما بي 1 وسيجما بي 2. خلنا بالنا من الحدوته دي يا شباب، يعني لو انا نسيت القانون ده وهو ده اللي انا فاكره ومش عايز اعطل ومش عايز اخسر درجات وطالب مني سيجما بي 1 وسيجما بي 2 وانا ناسي ده، تقول لي ولا حاجه، طالما انا حسبت سيتا بي يبقى اقدر اجيب 2 سيتا بي واروح اعوض في المعادله دي عن كل 2 سيتا ب 2 سيتا بي. قيم السيجما نورمال اللي هتطلع هي السيجما برنسبل. هي المعادله دي كانت جايه منين؟ من القصه اللي احنا بنشرحها دي، بس كان بطريق اخر، فكان انا بحل السؤال من الاخر الاول. طيب اكتب معايا كده يا شاطر. بلاش كلام التفاضل ده كده صح يا شباب؟ بص معايا كده واحده واحده، وانا بقول عشان اجيب التاو ماكسيموم هروح للداله الثانيه اللي هي داله، او للفانكشن الثانيه اللي هي داله الشير ستريس جنرال. الشير ستريس اللي بتاثر على اي مستوى باي زاويه ميل ولتكن 2 سيتا، بس انا عايز مستوى معين اللي هو اسمه المستوى اللي عليه الماكسيموم شير ستريس اللي هي التاو ماكسيموم. طب علشان اوصل لها هنتتبع او هنمشي على نفس المسار، بس المره دي هاخد معادله الشير ستريس وبرضه افاضل بالنسبه للسيتا واسوي الكلام ده بالصفر. فلما جيت فاضلت ساين وكوساين في مشتقه الزاويه، وبعدين الكوساين بماينس ساين في مشتقه الزاويه، والكلام دوت هسويه بالزيرو علشان خاطر اوصل للقصه الثانيه. هيطلع منها على طول يا جماعه بعد الحساب، وبرضه هكون مثلث، هعمل لك المثلث عشان ابقى كل حاجه 2 سيتا، بس المره دي سيتا تاو. ايه المقصود بسيتا تاو؟ زاويه ميل المستوى الذي عليه اقصى اجهاد قص، الذي عليه ماكسيمم شير ستريس. زاويه ميله على الراس سميتها سيتا تاو. ليه غيرتها عن سيتا بي؟ لان الاثنين مستحيل يساووا بعض. احنا قلنا في اول الكلام مستحيل الاقي المستوى اللي عليه ماكسيمم نورمال ستريس سيجما بي 1 سيجما بي 2 هو نفسه اللي عليه الشيل، يبقى اكيد ده مستوى وده مستوى ثاني، يبقى ده ليه زاويه ميل وده ليه زاويه ميل. بالنسبه لي المستوى اللي عليه ماكسيمم نورمال ستريس سيجما بي 1 سيجما بي 2 جبنا زاويته اللي كان اسمها ايه يا شباب؟ 2 سيتا بي. عايزين بقى نجيب المستوى اللي عليه ماكسيمم ستريس اللي هو زاويته اسمها 2 سيتا تاو. 2 سيتا تاو، فهتطلع حاجه عامه كده يا شباب، زاويه اسمها 2 سيتا تاو، وادي الرايت انجل ترانجل المقابل والمجاور، هيطلع ناقص سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2، اشاره مهمه خالص، والمجاور المره دي اسمه تاو اكس واي. المجاور المره دي اسمه تاو اكس واي. بعد ما تساوي بالصفر وتودي حاجه منهم من الناحيه الثانيه وتعمل القصه البسيطه دي، هتقدر توصل في النهايه الى ان 2 سيتا تاو او تان 2 سيتا تاو بيساوي ناقص سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 على كل دي برضه واحد. كل الكسر راح حته واحده، وفي المقام في تاو اكس واي. وبعدين لو حضرتك قدرت توصل لان تان 2 سيتا تاو بتساوي جذر اهو، تقول لي يا ترى الجذر ده هو ده؟ راجع معايا كده، تقول لي مش قوي يعني، بس هنا كان في اشاره ناقص، لا ما انا هربع والتاو اكس واي هتتربع، يبقى الجذر هو الجذر. خد بالك، فاقدر اجيب له تاني سيتا 2 سيتا تاو هيساوي ناقص سيجما اكس
او السيجما واي، كل ده مقسوم على اثنين على الجذر و لا انا اسف المقابل على المجاور على تاو اكس واي. تمام كده يا شباب؟ تاني 2 سيتا بي اللي هو بيساوي المقابل على المجاور. اقدر اجيب ساين 2 سيتا تاو، اقدر واقدر اجيب كوساين 2 سيتا تاو، وبعدين هنعمل خطوه تاني. يبقى بوتن ساين 2 سيتا تاو المره دي ان كوساين 2 سيتا تاو ان ايكويشن 2، ما تيجي تعوض بقى بساين 2 الزاويه وكوساين 2 الزاويه في الداله 2. ليه؟ علشان اللي انا هحسبه ده اقدر اسميه بمنتهى الثقه تاو ماكسيموم. اللي انا هحسبه ده يعني انا هشيل كل 2 سيتا تاو في المعادله الثانيه دي، كل 2 سيتا ساين 2 سيتا احط قيمتها 2 سيتا تاو، كوساين 2 سيتا احط مكانها كوساين 2 سيتا تاو، يبقى اللي انا بحسبه مش اي تاو ان دي، لا دي التاو ماكسيموم. هقول له اذا تاو ماكسيموم هتساوي بعد ما سيادتك تيجي تحسب قصه طويله كده برضه هسيبها لك. انا متعمد اسيب خطوه في السكه عشان الناس تذاكر. اللي بيحصل واللي انا شفته في السنين اللي فاتت انه الناس ما بتذاكرش. عايز كل حاجه وين؟ نظام كتبه. كاتب في ديوان عام وزاره الصحه. هيطلع التاو ماكسيموم معاك يا شاطر بتساوي زائد او ناقص الجذر. ازاي؟ قول لي انت. احسب حسبتك بالتعويض المباشر في معادله 2 واحسب هيطلع التاو ماكسيموم بتساوي زائد او ناقص الجذر. انهي جذر؟ الجذر ده قيمته ما اتغيرتش من اول السؤال لاخره. قيمته كانت كام يا جماعه؟ اللي تحت الجذر ايه؟ سيجما اكس واي سيجما واي على 2 مربعه زائد تاو سكوير اكس واي، هتلاقيه نفس قيمه الجذر معاك، فده التاو ماكسيموم. وليه زائد وناقص؟ نفس القصه، 2 سيتا تاو دي زاويه في الربع الاول يقابلها زاويه في الربع الثالث، من هنا جت الزائد والناقص. بس ده رياضه، انما المقصود بيها هنا بلس اور ماينس ايه؟ الشير ستريس بيأثر في الاتجاه ده؟ هفترض ان دي الاشاره البوزيتيف، او بيأثر في الاتجاه المضاد للاسفل، تبقى دي الاشاره النيجاتيف. يعني انا في فيزيكال مينينج عندي في الماده بتاعتي بين الزائد والناقص اللي يشيل ستريس ده لو بيأثر موازي للمستوى ده او مؤثر فيه في هذا الاتجاه هفترض ده بوزيتيف. طب لو بيأثر في نفس المستوى الاسفل كده يبقى ياخد الاشاره النيجاتيف اللي هي الاشاره الاخرى، والاثنين متساويين في المقدار. لذلك بيقول لك ناقص او زائد الجذر، والجذر ايه؟ ناكد عليه كمان مره عشان ما ننساش، سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 لكل تربيع زائد تاو سكوير اكس واي. خلاص يا جماعه؟ يبقى انا كده حاضر، يبقى انا كده قدرت اعرف الحاجه المهمه جدا اللي عندي البرنسبل ستريسز النورمال. كلام ليه؟ كلام ليه؟ البرنسبل ستريسز النورمال ايه هي؟ سيجما بي 1 وسيجما بي 2. التاو ماكسيموم ايه هي؟ زائد او ناقص الجذر. اقدر احسب؟ ايوه، لو عندي سيجما اكس جيفن وعندي سيجما واي جيفن وعندي تاو اكس واي جيفن اقدر كمان احسب التاو ماكسيموم. كده كل حاجه تخص الموضوع ده احنا قدرنا نحسبها من المعادلات بتاعتنا. بس في حاجه، سيجما بي 1 وسيجما بي 2 جم من مره 2 سيتا بي والمره الثانيه، ارجوكم ناخد بالنا من الحكايه دي. احنا قلنا عندنا قيمتين للاثنين سيتا 45 درجه تقابلها 225 درجه، صح؟ 60 درجه تقابلها 240 درجه، صح كده يا شباب؟ دول قيمتين للاثنين سيتا، الفرق بينهم كام؟ يعني لو انا جيت اقول لك 2 سيتا بي 1 ناقص 2 سيتا بي 2
الفرق بينهم بيساوي كام يا جماعه؟ 180 درجه. يبقى سيتا بي 1 ناقص سيتا بي 2 تساوي 90. ده جبر بسيط خالص. يبقى سيتا بي 1 ناقص سيتا بي 2 تساوي 90 درجه. الله. يعني مثلا لو سيتا 1 سيتا بي 1 ب 120 درجه تبقى سيتا بي 2 بكام؟ 30. علشان يبقى 120 ناقص 30 يطلع 90. هي ايه سيتا بي 1؟ زاوية ميل المستوى اللي عليه البرنسبل ستريس الاول ماكسيموم. وايه سيتا بي 2؟ زاوية ميل المستوى اللي عليه المينيمم ستريس. الفرق بينهم بيساوي 90 درجة. يبقى المستويين دول مالهم؟ إذن المستويين الذي عليهما الماكسيمم نورمال ستريس والماكسيمم مينيمم ستريس ار بيربنديكولار وزيزو تو اتش اصغر، متعامدين على بعض. اثبت اثبت. يقول لك بروف ذات ذا تو بلين ويتش هاز او ويتش هاف ذا ماكسيمم نورمال ستريس سيجما بي 1 اند سيجما بي 2 ار بيربنديكولار وزيزو تو اتش اصغر. ايه ايه الجمله الطويله العريضه دي؟ عايز يثبت ايه؟ عايزنا ابتدي من ان 2 سيتا بي وانشئ المثلث ده، فيبقى عندي في 2 سيتا وفي 2 سيتا زائد 180 دي الاجابه. المثلث وعليه الرسمه البسيطه دي حته رياضه. وبعدين يبقى 2 سيتا بي 1 ناقص 2 سيتا بي 2 بيساوي 180 درجه، ومنها يبقى سيتا بي 1 ناقص سيتا بي 2 بيساوي 90 درجه. فلو انا بتكلم معاك كلام بسيط وبقول لك يا باشمهندس المستوى اللي عليه البرنسبل ستريس الاولانيه بيعمل زاوية ميل 120 درجة، والمستوى اللي عليه زاوية ميل اللي عليه برنسبل ستريس الثانية بيعمل زاوية ميل 30 درجة مع الاتجاه الموجب، يبقى الفرق بين الزاويتين بيساوي 90 درجة. ده معناه إن المستوى الأول عمودي على المستوى الثاني. هو ده اللي هو طالبه، إن في النهاية أوصل لأنه سيتا بي 1 ناقص سيتا بي 2 يساوي 90 درجة. إذا ذا تو برنسبل بلينز آر بيربنديكولار وزيز بتو اتش اصغر. انا بفكر معاك كده، يعني الحاجه اللي بتيجي على بالي وانا على الصبور لما يجي يطلب مني يقول لي اثبت ان المستويين اللي عليهم البرنسبل ستريسز متعامدين. ده برهان. خلاص يا جماعه خدنا بالنا من القصه دي؟ طيب هو تاني 2 سيتا بي بكام؟ بس احنا مسحناها، نقدر نعرفها من المثلث ده. تاني اكتبها تاني عشان دي مهمه. تاني 2 سيتا بي كان بيساوي كام يا جماعه؟ المثلث ده فكروني. على الاساس الكلي. حد فاكر تاني 2 سيتا تاو كان بيساوي ايه؟ انا متعلم حاجه كده كلكم عارفينها، يجي يقول لي ايه؟ لما يكون عندي مستويين متعامدين على بعض يبقى ميل الاول سالب مقلوب ميل الثاني. حاجه كده انتوا اكيد خدتوها وفاكرينها كويس. قول لي ده حصل هنا. الله. ده تاني 2 سيتا تاو بيساوي ناقص الكسر على تاو اكس واي. وتاو 2 سيتا بي او تاني 2 سيتا بي انا اسف بيساوي تاو اكس واي على سيجما اكس ناقص سيجما على 2. اطلع من كده بكونكلوجن ايه؟ ايه الكونكلوجن؟ انه المستوى اللي عليه ماكسيمم شيل ستريس زاوية ميله لو كانت 2 سيتا تاو، والمستوى اللي عليه ماكسيمم نورمال ستريس زاوية ميله لو كانت 2 سيتا بي، يبقى 2 سيتا بي ناقص 2 سيتا تاو بيساوي 90 درجة. مش فاهمها دي. مش فاهم جت منين؟ سالب 1 على جت منين يا جماعه؟ جت من ان تاني 2 سيتا تاو بيساوي ناقص مقلوب تاني 2 سيتا بي. يبقى معنى كده ان 2 سيتا تاو او المستوى اللي بيميل ب 2 سيتا تاو عمودي على المستوى اللي بيميل ب 2 سيتا بي. يعني 2 سيتا بي ناقص 2 سيتا تاو ها؟ يساوي 90. يبقى سيتا بي ناقص سيتا تاو بكام؟
يبقى معنى كده ان المستوى الذي عليه ماكسيمم نورمال ستريس يميل على المستوى اللي عليه ماكسيمم شير ستريس بزاويه 45 درجه. ما انا عشان كده بقول لك انا ما بحبش الرياضه، الرياضه بالنسبه لي تول مجرد اداه، بس انا عايز اوصل منها لحاجه تفيدني في التخصص بتاعي. فانا بقول ان تان 2 سيتا بي خلاص قدرنا نثبتها، تان 2 سيتا بي بيساوي ناقص 1 على تان 2 سيتا تاو. الا لو طلب مني البرهان ده، ما سالتش السؤال ده خالص، لو طلب مني البرهان ده اعرف اثبته؟ اعرف؟ ثلاثيه عبيط خالص. ايه تان 2 سيتا بي بيساوي ناقص 1 على تان 2 سيتا؟ وهو ده اللي حصل. انك انت لما جيت تجيب تان 2 سيتا بي الاول، اول حاجه في كلامنا طلعت بقيمه، ولما جيت اجيب تان 2 سيتا تاو طلعت بناقص مقلوب القيمه الاولى. فتان 2 سيتا بي بيساوي ناقص 1 على تان 2 سيتا تاو. اذا 2 سيتا بي ناقص 2 سيتا تاو بيساوي 90 درجه، دول مستويين متعامدين على بعض، بدليل انه من مستوى منهم بيساوي ناقص مقلوب من الاخر. يبقى سيتا بي ناقص زيتا تاو بيساوي 45 درجة. Which means وهو ما يعني انه دبلين which has the maximum normal stress او principal stress inclined on the other plane او on the plane of maximum shear stress with 45 درجة. فما يطلب مني بروف ذات الماكسيمم نورمال ستريس بلين ميكس ان انجل 45 درجة with the maximum shear stress بلين، اعرف مثلثين مش معايا. اما يطلب مني بالعربي كده اثبت ان المستوى اللي عليه الماكسيمم نورمال يميل على المستوى اللي عليه الماكسيمم شير ستريس بزاويه مقدارها 45 درجه، اعرف يا جماعه البدايه المثلث وهحسب منه الثاني 2 سيتا تاو، والمثلث الثاني وهحسب منه 2 سيتا بي، ولما جيت احسب الثاني والثاني لقيت ان في واحد منهم بيساوي ناقص مقلوب الاخر. يبقى 2 سيتا بي ناقص 2 سيتا تاو بيساوي 90 درجة، ويبقى سيتا بي ناقص سيتا تاو بيساوي 45، which means والذي يعني انه ذا تو بلينز انكلايند ويز ذيس بيك تو اتش اذر بزاوية كام؟ 45 درجة. خدنا بالنا من الحدوتة البسيطة دي يا جماعة؟ سؤال ما تقطعش اديك في وشك. سؤال هو احنا طبعا 2 سيتا بي ما بيساويش 2 سيتا تاو، خلاص ثبتناها بدليل التان هنا مش زي التان هنا. يبقى معنى كده ان ده تاكيد لكلامنا ان المستوى اللي عليه ماكسيمم نورمال ستريس ليس هو المستوى اللي عليه ماكسيمم شير ستريس، بدليل ان 2 سيتا هنا غير 2 سيتا هنا. طب سؤال، هل المستوى اللي عليه ماكسيمم نورمال ستريس عليه شير؟ عليه طبعا بس مش ماكس. ثانية واحدة وفكر في السؤال كويس، بروف ذات اكتب معايا ذا برنسبل بلينز هاز او لا يبقى هاف بروف ذات ذا برنسبل بلينز هاف نو شير ستريس. بس انا مش فاهم هو يقصد ايه. كمان مرة بروف ذات ذا برنسبل بلينز، عشان تكون سيادتك عارف واللي بيكتب هامش كده جنب على هامش الورقه، البرنسبل بلينز هو المستوى الذي عليه سيجما بي 1 وسيجما بي 2 اللي عليه الماكسيموم اللي عليه الماكسيموم وعليه المينيموم، ده المقصود بالبرنسبل بلينز مش اي مستوى. الف الف ده اللي احنا كنا راسمينه في النقطه ده مش برنسبل بلين، ده اي مستوى بيميل باي زاويه، الزاويه دي لما تبقى سيتا بي يبقى المستوى ده اسمه برنسبل بلين، وتبقى الاجهادات العموديه اللي بتاثر عليه برنسبل ستريسز اسمها ايه يا جماعه؟ سيجما بي 1 وسيجما بي 2. الشباب معايا؟ فهو بيقول لي بروف ذات ذا برنسبل بلينز هاز نو شير ستريسز. يعني ايه؟ حد يترجم لي السؤال ده عربي. يعني عليه ماكس ما عندوش شير عادي. بيقول لك اثبت ان المستوى اللي عليه ماكسيمم نورمال ستريسز او برنسبل ستريسز ليس عليه شير. يقوم ولا الثاني يقول لي ايه؟ لا نقول عليه شير بيساوي صفر. هي
صح؟ هزمتها ازاي؟ هو بيقول لي المستوى البرنسبل بلين كويس؟ اثبت لي انه ليس عليه شير ستريس، يعني الشير ستريس عليه تساوي صفر. هو عامل يبقى صفر؟ لا بعدت انت. اعوض بمين؟ تحدد لي اعوض بسيتا بي ولا بسيتا تاو؟ واعوض فين؟ يبقى بوتن، اكتب يا شاطر. بوتن سيتا بي ان ايكويشن 2، احنا فاكرين ايكويشن 2 مين؟ اللي هي بتاعت التاو. بوتن سيتا تساوي سيتا بي ان ايكويشن 2. كتبنا ايه اللي حل انا عملته ده؟ يحصل ايه يعني؟ لو انا حطيت في المعادله دي وجرب معايا واعتبرها هوم ورك واجب، لو انا حطيت في المعادله بتاعه الشير ستريس الجنرال سيتا بسيتا بي، هتلاقي قيمه الشير ستريس طالعه بصفر. تهنا تهنا. تاني السؤال ايه؟ اثبت ان المستوى او اثبت انه المستوى اللي عليه البرنسبل ستريسز عليه شير بيساوي صفر. انا عندي مستوى، المستوى ده عليه اجهاد، اتضح ان الاجهاد ده هو اقصى قيمه للاجهاد. وانا متعود دايما اما باجي ارسم لحضرتك النقطه كده، بصوا يا شباب، نورمال وشير على المستوى ده، نورمال وشير على المستوى ده، نورمال وشير على المستوى ده، وكذلك الحال هنا نورمال وشير. كل مستوى متعود عليه نورمال وعليه شير، كل مستوى عليه نورمال وعليه شير. بس لقيت كذلك الحال المستوى اللي اسمه الف الف ده يا جماعه عليه نورمال وعليه شير، وادي معادلته اول معادله جبناها اللي تحت السنتيبول، وعليه شير اللي هي ثاني معادله جبناها، والمستوى ده بيميل على الراس بزاويه اسمها 2 سيتا. اي 2 سيتا، اي قيمه، هذا المستوى المائل ده عليه اجهاد عمودي وعليه اجهاد خاص. سيجما نورمال على المستوى وشيل ستريس على المستوى، تمام؟ لما المستوى ده يبقى برنسبل بلين، انا سؤالي هل المستوى البرنسبل بلين اللي هو عليه ايه يا جماعه؟ ايه السيجما بي 1 وايه السيجما بي 2؟ ماكسيمم ومينيمم نورمال ستريس، عليه شيل. طب عليه قيمته كام؟ احسبه لي. المستوى اللي عليه النورمال ستريس ماكسيموم عليه شيل ستريس بيساوي صفر، بروف ذات. يبقى بروف ذات ده بلين ويتش هاز برنسبل ستريسز هاز نو شيل ستريسز، او ان الشيل ستريسز اون برنسبل بلينز تساوي صفر. ده سؤال كده شكله نظر، جمله مكونه من 5 6 كلمات، ترجمها لي بقى كده لمعادله حلها ان انا هو عايز يثبت ان الشيل ستريس بصفر، يبقى انا اروح لمعادله الشيل واعوض عن كل سيتا بسيتا بتاعه البرنسبل بلين اللي هي سيتا بي. تيجي تعوض عن كل سيتا ساين 2 سيتا بي، تعرفه؟ اعرفه وساين 2 سيتا بي اعرفه برضه ليه مثلث، عوض بس دي كيرفول. انت بتعوض تلاقي التاو طالعه بتساوي صفر اند نوت فايس فيرسا. يعني ايه؟ والعكس مش صح. ايه العكس؟ يعني ان المستوى اللي عليه ماكسيمم شيل ستريس عليه نورمال. اكتب يا شاطر بروف ذات ده ماكسيمم شيل ستريس بلين، بروف ذات ده ماكسيمم شيل ستريس بلين هاز انورمال ستريس اند كالكيوليت ذيس ستريس، واحسبه لي. انت هتثبت لي ان هو عليه شيل ستريس بكام؟ السؤال ايه المره دي يا جماعه؟ السؤال ايه المره دي؟ خد بالك بس من الحدوته الظريفه دي. المستوى اللي عليه ماكسيمم نورمال ما عليهوش شيل، انما المستوى اللي عليه ماكسيمم شيل عليه نورمال، بس مش ماكسيمم، اي قيمه للنورمال. احسب لي القيمه دي اعرف اعمل ايه؟ اعمل ايه يا استاذ؟ اللي وراك افكر معاه. هو ايه المطلوب؟
علي صوتك يا باشمهندس، انت متوتر ليه؟ احنا بنتناقش مع بعض. قوم اقف. سمعنا صوتك بقى. ايه المطلوب؟ اقرا لي السؤال. اولا سامع حد؟ اقعد يا باشمهندس، اقعد انت يعني مخطوط. قول يا استاذ، السؤال ايه؟ هو عايز يثبت ايه المره دي؟ لا بروف ذات ذا ماكسيمم شير ستريس بلين، يعني المستوى الذي عليه ماكسيمم شير ستريس، او يقول لك ذا بلين اوف ماكسيمم شير ستريس، اي حاجه انجليزي بقى. بروف ذات ذا ماكسيمم شير ستريس بلين هاز ا نورمال ستريس، يعني عليه نورمال ستريس، اند كالكوليت ذيس فاليو، واحسب لي القيمه دي. بدايه الحل منين يا استاذ؟ ايوه برافو. السيتا تاو انا عارفها؟ عارف الساين بتاعها والكوساين بتاعها. اروح اعوض بيه فين؟ في المعادله الاولى، في معادله السيجما نورم، واشوف القيمه اللي هتطلع لي كام. اول ترم، واشوف القيمه اللي هتطلع لي كام. طبعا اول ترم زائد مش عارف ايه كوساين 2 سيتا تاو زائد تاو اكس واي ساين 2 سيتا تاو، واشوف الكلام ده يطلع بكام. هيطلع بسيجما اكس زائد سيجما واي على 2. ساعات يقول لي بروف ذات ذا نورمال ستريس ومبلين اوف ماكسيمم شير ستريس يساوي سيجما اكس زائد سيجما واي على 2. ده كان حل. عارف دي لما يجي يقول لك اثبت لي ان 2 في 3 بيساوي 6. اداني الحل عشان اقول له 2 زائد 2 زائد 2 ثلاث مرات تساوي 6. فمره يديني الحل ومره يقول لي احسب لي 2 في 3 بكام. فانا طلبت منك هنا انك انت تحسب. بعد ما تحسب هيطلع ان سيجما نورمال اون بلين اوف ماكسيموم شي يساوي بالحساب الدقيق بيساوي الكسر الاول، الاثنين دول هيضيعوا بعض. احسب ورايا وشوف الكلام اللي احنا بنقوله غلط ولا صح. اي سؤال؟